أعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا النهارده اكتملت يعني او مباريات مهمه جدا في الدوري العام في الاسبوع ال 25 البنك الاهلي بيفوز على سموحه 1 0 في نتيجه مهمه جدا للبنك الاهلي وماتش الحياه الفريقين كانوا قريبين جدا من بعض وفي المباراه آه الثانية آه الجونة بيفوز الـ 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 الجونة بيفوز يا جماعة السكور لازم يتعدل بعد إذنكم آه الجونة بيفوز على طلائع الجيش فوز مهم جدا 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 للجونة آه وسيراميك كليوباترا بيفوز على المقاولين العرب في يعني خسارة بتحط المقاولين العرب في موقف صعب جدا خاصة بعد فوز الجونة وبعد فوز الإسماعيلي عشان يكون يكون جدول ترتيب الدوري المصري كالاتي طبعا يعني الجدول موجود معانا الزمالك في الصداره الزمالك في الصداره 57 نقطه بيراميدز بيراميدز في المركز الثاني بعد فوزه على النادي الاهلي 53 نقطه فرق اربع نقاط عن الزمالك لسه تسع مباريات الاهلي 48 نقطه من 23 مباراه فيوتشر 39 نقطة سموحة نفس يعني سموحة فوت فرصة كبيرة جدا النهاردة كان ممكن حتى لو تعادل ان هو يطلع يبقى في المركز الرابع البنك الاهلي في المركز السادس بعد فوز النهاردة 37 نقطة طلائع الجيش 37 نقطة سيراميكا كليوباترا 32 نقطة فاركو 31 نقطة الاتحاد السكندري 28 نقطة امبي 27 نقطة المصري البورسعيدي 27 نقطه الاسماعيلي 26 نقطه غزل المحله نفس عدد النقاط يعني 26 نقطه الجونه بعد فوز النهارده يعني بيفرق 6 نقاط عن مراكز الهبوط 6 نقاط في 9 مباريات متبقيه و10 مباريات للمقا... للمقاولين ايستر كومباني 19 نقطه المقاولين 20 نقطه مصر المقاصه في المركز الاخير 14 نقطه ده شكل جدول الدوري المصري اللي طبعا يعني الاهلي بيمتلك مباراتين اقل من الزمالك ومن بيراميدز الزمالك المتصدر وبيراميدز في المركز الثاني عشان الجدول اللي قدام حضراتكم ده بيبين لنا ان كان ممكن اي حاجه تحصل لغايه اخر الموسم وان قرار مشاركه أندية بعد نهاية الدور الأول أندية بعينها بجدول الترتيب بعد نهاية الدور الأول في بطولات أفريقيا هو قرار ظالم قرار ظالم بكل الأشكال طبعا مش غلطة اتحاد الكورة ولا غلطة رابطة الأندية ولا كل حاجة ولا ومعرفش اللايحة دي لايحة لايحة مين اللي عملها ولكن في النهاية هو قرار ظالم لأن شكل كده جدول الترتيب هيبقى مختلف في أندية ممكن تلعب في أفريقيا السنة الجاية ممكن ما يبقوش في التوب فور وفي انديه ممكن تبقى في المركز الثالث وتلعب افريكان تشامبيونز ليج والعكس قصه القصه ما نعرفش ايه اللي هيحصل في في في, في, في التسع جولات القادمه و10 مباريات لبعض لبعض الفرق اول كل حاجه ممكن تحصل اي حد النهارده يقعد معاك ويقول لكم الزمالك الاقرب للفوز للدوري قول له يبقى انت ما تعرفش كوره اي حد يقول لك الاهلي هو اللي هيجي ويبقى بطل الدوري يقول له انت ما تعرفش كوره واي حد برضه يستبعد بيراميدز قول له انت ما تعرفش كوره أي, أي, اي حاجه ممكن تحصل في الأسابيع القادمة. ومع انتقادنا للدوري العام وانتقادنا الدائم طبعاً محاولة منا ان احنا نكون في مكانة أفضل إلا ان الدوري المصري حلو. والدوري المصري دوري فيه مستويات متقاربة بشكل كبير جداً. جداً. ودي حلاوته. ان فيه مستويات متقاربة ومعظم المباريات ما تعرفش مين هيكسب مين. وبقى في فرق كبيره في الدوري بقى في فرق في الدوري دلوقتي ممكن عادي جدا ان هي تكسب الفرق الكبيره. مع عوده الجمهور بشكل تدريجي ان شاء الله وبشكل كامل وانا متاكد باذن الله هيكون بشكل كامل ممكن ممكن مع التزام جمهورنا بدايه من الموسم الجديد الدوري المصري على راي سيف زاهر ممكن يبقى في حته ثانيه خالص. الدوري المصري ممكن يبقى في حته ثانيه خالص. برحب بضيوفي الاصدقاء الاعزاء طبعا المحللين الفنيين للرومونتادا هشام رشاد وطارق شعبان هشام مساء الخير ميدو حبيبي طارق مساء الخير مساء الفل ميدو عاملين. الحمد لله صيفتش انت فين مو <applause> اه لا ما كنت عيان في العيد. والله خدت أوه. أوه. الشمس انا وانت الدنيا رحت من غيري محترف محلل <applause> من السنغال هشام الاول عايز اعرف يعني رايك في ماتشات امبارح وتعالوا نستعرض كده الهايلايتس بتاعت ماتشات امبارح ونبدا بماتش الاسماعيلي وإيه رأيك في فوز الإسماعيلي المهم جدا على فيوتشر في ماتش إمبارح؟ فوز مهم جدا ورسالة للبشمهندس يحيى الكومي ماذا لو رحل كابتن حمزة الجمال م. سبحان الله رحل ورجع وسبحان الله الإسماعيلي حقق ست نقط مهمة جدا على سموحة وإمبارح على فيوتشر في ملعب السلام في القاهرة ست نقط مهمين جدا 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 وعايز لا عملوا ريمونتا كان مغلوب طبعا طبعا م. وبعدين عايز اقول لك الحقيقه ميدو الاسماعيلي بقى له سبع مباريات ما خسرش بس غير من الزمالك وده طبيعي في القاهره انت م. بتتكلم كسب سيراميكا وكسب اكتر من مباراه كسب سيراميكا وكسب فيوتشر وخسر ماتش الزمالك وبتتكلم م. يعني هو دلوقتي بتتكلم سبع مباريات لم 12 نقطه من اصل 21 انت بتتكلم كسب سيراميكا وكسب سموحه وكسب فيوتشر وتعادل م. البنك م. والمقاولين والمحله وخسر م. الزمالك بس، فنتايج مش سيئه م. وخلي بالك برضو لازم نعترف ان الكواليتي اللعيبه اللي في الإسماعيلية ما نظلمش كابتن حمزه الجمل وهو شغال على سكواد المدرب اللي فات هو اللي جابه. ممكن اسالك سؤال يا لان يا جماعه برضو لازم تعرفوا انا عايز اعرفكم ان هشام كان جول كيبر يعني م. وده يعني كان جول كيبر في نادي الزمالك في كل فرق الناشئين حتى تدرج مع الفريق آه مع الفريق الاول وكان بيتدرب مع الفريق الاول. عايزك تتكلم معانا على لقطه ضربه الجزاء وعايزين نجيب ضربه الجزاء اللي لسه اللي احنا جايبينها اللي احمد رفعت اهدرها ازاي حارس المرمى يعني يطلع ياخد قرار ان هو يطلع بالشكل ده واقول لي يعني قبليها جماعه من الاول هو هي زاويه عميدة ميته. يعني انا دلوقتي هنا لو تخيلت ان انا ما فردتش جسمي وابتديت اتحرك مع عرضي مم. خلاص يا هو طلع بالكره ضربه مرمى ففي قرارات لازم الحراس انت دلوقتي اللعيب ده دا داخل يلبسك ضربه جزاء انت اصلا بتطير على الكره ليه لو راح برجله عشان بالظبط ما ينفعش تروح برجلك ما ينفعش نقطه انجاج طبعا. هو يعني يحاول انت انت, انت عارف انت بتعمل انت بتحرج الحكم لكن انت لو لو تخيل هو جري معاه عرضي كانت الدوسه بتاعت محمد فاروق دي طلع بيها ضربه مرمى ففي حاجات انت لازم تستخدم فيها ذكائك يعني اطلع اقفل ولا طبعا أنا طبعا أنا بقى... انت دلوقتي كده خلاص انت لبست فرقتك في وقت معين ومباراه مصريه وانت ممكن تتعامل اصدها وكل حاجه وعوضك الخطا انا مش بقول خطا لكن في حاجات انت لازم بخبراتك تتهور بتلعب بالك فتره كبيره جدا في الدوري الممتاز وحارس مرمى مميز جدا بس لازم تفكر في الحاجات دي لان انت عارف الحكم في اي احتكاك وبالذات دلوقتي انت دلوقتي الفار ده على قد ما ليه مميزات بقى بس بيقتل حاجات كثيره ساعات بيبقى في احتكاكات بسيطه جدا على فكره دي واحده من اسوء ضربات جزاء اللي شفتها في الدوري المصري حاجات وحشه قوي قوي انا شاكك ان الكرة دي اصلا محمود مرعي لعبها ضربت في ايده دخل مين انا شاكك ان الهيد ده الهيد ده فيه زاويه لو جت الكوره اتلعبت بالهيد نزلت على دراعه وراحت جايه لعمر رضوان في واحده من ورا الجون في واحده في الاعداد برضو الرقابه الاول طارق الرقابه سيئه جدا يعني لو جبنا لو جبنا الكره من ال من الاول آه كره الراجل رايح بيتاكل الكرة الناس واقفه غلط ما, ما فيش حد زونال يعني آه. المفروض لا زونال بس الوقفات غلط خالص يعني المفروض ان ثالث لعيب في الـ في الـ في الزونال اللي واقفين عند الست ياردات المفروض يبقى مكانه اقرب من كده مكان مرعي اصلا مطالع لكن احنا لو بصينا على الكره وهي بتتلعب هنلاقي اصلا اللي هو راجع ثلاث خطوات لورا زياده عن المكان المفروض يبقى واقف فيه ف... ف... وبعدين ضربه ركنيه يعني الطبيعي ان تركيزك ان انت تبقى مركز في الكره العرضيه تبقى مركز يعني هو في اصلا اثنين لعيبه من الاسماعيلي ماسكين بعض آه. اللي هم اللي قدام على الكره لا الاسماعيلي يعني. دخل فيه كوره ثابته كتير جدا مم. ودي واحده من الحاجات اللي حمزه لازم يشتغل عليها أنا مستغرب إزاي فريق بحجم الإسماعيلي اللعيبة واقفة بالشكل ده الراجل لوحده وخلاص يا جماعة في ستة ياردة في ال... في ال... لوحده خالص يعني م. يعني مش مش, مش معقولة إن هو هي دي يا آه ميدو بص جت في إيده ولا بص بقى ماشي بالراحة, بالراحة 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 لا يا هشام لا مش دراعه و... لا مش لا صعبة دي؟ لا صعبة يعني بص هد دراع بس إيه. صعبة 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 يا شام صعبة م. م. لا انا بحب يعني. مرعى لا واخد جزء من لا برضه حارس أو. لازم لازم على جنب لازم يطلعها على جنب, جنب. زي صحر. ما طبعًا. طبعا طبعا زي انا دلوقتي مثلا بنتكلم جنش جنش م... ماتش الاهلي لا مش... لسه, هنجي... جنش آه. <applause> لسه جنش القصة قصه هنتكلم لسه جنش هنتكلم على الكوره يعني دي الكوره طبعا اللي اتحسبت ضربه جزاء والاول طبعا حكم الساعه بس خلي بالك كامباك صعب جدا قدام فيوتشر في مصر هنا ان انت ترجع كامباك وخلي بالك والله الاسماعيلي بقالوا ست سبع ماتشات يا ميدو بيلعبوا ودايما هم اللي اقرب للفوز بس بيبقى عندهم مشكله في إنها هجمات. لكن اكتر من مباراه هم اللي بس في فرص كتيره بتروح وتلاقي بقى ايه فكره ان انت بتروح مستقبل هدف والماتش يطلع كده. لا وباهر حطها حلو قوي. اه يعني حطها حلوه قوي. ما تصدش. ما تصدش الكره لا, بار لا, صدش. قوي. قوي. صدش. أه؟ لا لعيب بار عنده شخصيه. طبعا. ليه ده طبعا انا من الناس اللي استغربت ان الزمالك لعيب كان عندهم زي ده ومش لا هو ابتدى يفوق تاني هو جاله فتره من زمان فاكر لما راح زمان طبعا غلطه كبيره طبعا غلطه كبيره ضرب جزاء حلوه قوي وفي توقيت صعب محتاجه شخصيه قويه طبعا في في, في, في موقف, موقف, وفي موقف النادي ومش اول ضربه جزاء يخش يحطها مش يعني بص انا بعشق انا بعشق اللي بيحط قوه يا طارق في ضربه الجزاء حتى لو الجون راح بتاخد ايده وتخش لكن حته ان انا ده الهدف ده الهدف آه انا نفسي اعرف جنش طلع ليه؟ يعني لا انا انا مش فاهم جنش خد قرار والراجل الباك لسه بيجري مع مبولي لو رجعنا بالكرة ثاني يا جماعه يعني بص يا ميدو هتطلع ها؟ اه تطلع ادبح لكن هتطلع عشان خايف تطرد لا اطلع ليه؟ هي ما فيهاش سويتنج اصلا هنا يعني, أطلع ليه؟ يعني الأول مش ليه انت مش يعني هو انا عايز اسالك سؤال يا طارق دلوقتي جنش لو واقف في جونه صح والراجل اللي سعد سمير ده في في اثنين مدافعين راجعين صح؟ في اثنين مدافعين في فرصه على الاقل زاد ان هم يطمنوا على الكوره هيزقه على جنب هياخده على جنب وجنش إيه بقى لسا بقى لسا فرصة فرصة مدبولي مدبولي على الكوره ولسه عندهم فرصه ان الكوره تروح لي ممكن يربكوا لكن انت خلاص وانس ان انت عديت كده سهل له الامور خالص يعني مدبولي بقى الموضوع بالنسبه له سهل اللي هو خلاص انا عديت منك الجول بقى فاضي ما فيش حاجه مش مطالب ان انا ادوس على الكوره ان هو ان هو ايمن لا يا طارق هو ايمن وحطها بشمال على رفح لا عارف الجول ده ايه؟ التشيب اللي عملها من فوق جنش وهو بيجري آه. خلي ان هو ما خدهاش عادي هو شالها من, من فوقيه فوق فوق إيه فوقي. بصراحه مقبول لعيب كويس قوي وعنده شخصيه عامل سيبر. موسم هو بص 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 عشان بص بص يا طارق شايف الشيله دي رائعة هي اللي طبعا. طبعا. شواف هو دي اللي خلتك تجيب الجول شوافه دي هو اه حلوه يعني حلوه قوي حلو. قوي على فكره حلو. جول صعب جدا بص هنا, بص هنا اي واحد يخاف ده هنا مركز و... طبعا وفي الدقيقه 90 طبعا بعد المجهود الكبير ده ورافع الكوره عشان على الارض تبقى صعبه على على الديفنس لا طبعا مدبولي من اللعيبه اللي عامله موسم محترم جدا وهو عبد الكبير وادي بتاع سمو من اللعيبه فعلا اللي شايله اسماعيل وشايله اسمه طب, طب اسالك ايه اللي بيحصل لفيوتشر يعني فيوتشر كسب كاس الرابطه بعد كده اتغلب من النادي الاهلي في ماتش يعني اسوا ممكن مباراه للفريق وبعد كده بيتغلب من الاسماعيلي هل اللعيبه حصل لها حاله تشبع بعد الفوز بطولة كاس الرابطه ايه اللي حصل يعني إيه, إيه, ايه الدروب اللي حصل في في, في الفيوتشر الكوره ميدو مش مش في الملعب بس الكرة مش اللي انت يبقى عندك 11 لعيب كويسين او مدرب كويس وهم دول اللي هيكسبوك مهما كانت الظروف او مهما كان الخصم اللي انت بتلعب قصاده لان انت في عوامل ثانيه في فرقه الكرة لو العوامل دي مش مظبوطه بشكل كويس مم. الفرقه طبيعي او اللي هي تخسر ماتشات ايه؟ كتير واللي هي تقع في ماتشات كان ممكن تكسبها زي ان العامل النفسي لازم تتعامل معاه بشكل كويس جدا م. لازم تكون حريص في كل كلمه بتقولها سواء كنت مدرب او كنت لعيب او كنت اداري انا عندي مشكله مع الكابتن علي ماهر في التصريحات اللي قالها لما طلع وقال اللي احنا حققنا الهدف بتاعنا وصلنا للكونفدراليه بعد اه وكده خلاص كان الموضوع بالنسبه لنا منتهي اللي احنا حققنا اهدافنا ده تصريح م. انا شايفه اللي هو يعني قتل الفرقه اللعيبه بتنزل كل ماتش ما عندهاش اي مشكله اللي هو كسبنا خسرنا احنا م. حققنا التارجت اللي احنا عايزينه وده اللي ممكن يكون سبب اللي خلاهم يظهروا بالشكل السيء ده سواء قدام الاسماعيلي او قدام الاهلي مم. ما ينفعش ان انت كمدرب تكون موجود يعني هديك مثال مثلا بليستر رانييري في الموسم اللي كسبوا فيه البريمير ليج البلينج بلينج اه في آه. في الموسم ده ليستر كان يعني وصلوا لمرحله ان هم وصلوا تشامبيونز ليج وجمعوا كل النقط اللي هم عايزينها وفي الاخر الناس بيقولوا لرانييري انت دلوقتي بتفكر في الدوري بعد ما حسنتوا التشامبيونز ليج قال له لا انا ما عنديش اي تطلعات للدوري انا هدفي من الموسم ده لأن أتفضل هبوط. ان انا اتفادى الهبوط كان هدفي ان انا اجمع 40 نقطه واتفادى الهبوط من الموسم الجاي التعامل مع الاعلام في جزء نفسي مهم جدا الرساله للاعبتك ورساله لخصومك ورساله للميديا وانا بتفق معك ان تصريح الكابتن علي ماهر بعد مباراه الاهل ان هو خسر المباراه لان لعبته اوريدي حققت اهدافها من الموسم هو تصريح سيء جدا وسلبي على الفريق مش في ان هو كمان بس مش مش عارف يجدد الدوافع للعيبه مره ثانيه ولكن حطه في احراج شديد جدا وحط النادي فيوتشر في احراج شديد جدا يا هشام لان إن انا النهارده لما انا اطلع اقول ان انا حققت اهدافي ولعبتي حققت اهداف طب انا النهارده هلاعب نادي الزمالك اخر الشهر م. صح اول حاجه جمهور الزمالك هيحطك في كورنر يروح قايل لك انت انت مش حققت اهدافك انت بتلعب قدامي جامد ليه م. قصه وده اللي ابتدى يتقال دلوقتي يقول لك شايف الاهلي فيوتشر قدام ازاي هنشوف هيلعب قدام الزمالك ازاي وبعدين هو فيوتشر كان عنده فرصه عمر بطوله كاس الرابطه دي خلقت فريق م. بشخصيه ترعب اي فريق تاني انت بتلعبه انت خلاص انت خلاص طلعت على منصات التتويج بقيت بطل فالطبيعي تحافظ على الريتم ده خلاص انت بتعمل كاريزما تبني ميعاد شخصية ما ينفعش تبخر البطوله دي في ماتشين ورا بعض خلي بالك كاداء انت ممكن م. تخسر فاهم قصدي؟ لكن لا انت قدام الاهلي ما رحتش ملعب السلام وحش انت امبارح بتحاول لكن ما فيش الشراسه اللي انت تذبح المباراه فاهم قصدي؟ فكره برضه فكرة المباراه يعني طبعا فكرة برضه يا ميدو انا لو مكان هشام انا لو مكان كابتن علي ماهر كنت طلعت قلت ان انا هدفي الحقيقي من الموسم اتحقق هدف منه مهم جدا وهو الفوز باول بطوله في تاريخ النادي م. الهدف القادم بالنسبه لي ان انا عايز انهي الدوري في المركز الثالث. طبعا انا عايز انهي الدوري في المركز الثالث ادي دوافع للعيبه طبعا واعمل لهم سبيشال بونص ان لو طلعتوا ثالث انا هعمل كذا انما التصريح يعني انا في رايي ان هو ما كانش فيه توفيق خلي بالك لولا ان اداره فيوتشر يا طارق محترفه وهاديه او هي اي اداره ثانيه بعد الهزيمتين دول كان ممكن يبقى فيه قرار تاني م. لكن هم ادارة هادية وادارة عارفة ان دي الكورة زي ما كابتن علي فرحنا فيه تا... كورة لا هو, هو فيه صح لا, صح لا صح هو في آه هو في آه بص ادارة فيوتشر آ آ آ عندهم ايمان كبير جدا بالكابتن علي ماهر وهو فعلا عمل السنة دي فنيا يعني ما يشفع له ان طبعا. هو آ آ آ آ آ يحصل على الثقة دي من مجلس الادارة م. كابتن علي عمل موسم كبير جدا لأن خلي بالك مش سهل إن أنت تجمع لعيبة كل واحد من الشرق ومن الغرب <applause> و... و... وفترة إعداد قصيرة السنة اللي فاتت وتبتدي تحط لهم لايحة وتبتدي تشتغل وتشتغل وتعمل لهم تدي لهم شخصية وأسلوب لعب وتحفظ ده كلام عارفين إن هو نتائج الساعد. وأداء آه. يعني هو مش بس بيحقق نتائج لا لا نتائج وأداء عاملين موسم محترم جدا لكن أنا صعبان عليا فكرة إن أنت طلعت على منصات التدريب وهتبخر الشخصية ولا طارق انت... ولا طارق الدروب ده طبيعي بالنسبة لأي لاعب مصري يعني حتى لو ما كانش كابتن علي قال كده مثلا كان ده اللعيب خلاص خد ان هم بعد البطوله اه ان انا اريح شويه شويه هل ده كان ممكن اللي يقصده كابتن علي ما هنا برضه هنا برضه بيجي دور المدير الفني في العامل النفسي في اداره الفريق نفسيا ان انت حتى لو انت شايف ان الفريق بتاعك او لعيبتك تشبعت نفسيا بعد ما حققت بطوله او م. بعد ما حققت تارجت معين هم كانوا بيدوروا عليه فانت دورك كمدير تبني فني تبني انت تاني. اه اللي انت تبني دافع تاني واللي انت توجد التوازن مره تانيه في اوضه اللبس اللي تقدر ترجع اللعيبه دي للارض تاني اللي هو لا احنا لسه ما حاجه احنا لازم نحافظ على ادائنا لازم نحافظ على شكلنا لازم زي ما انت قلت يا هشام نبني على ال ال الشخصيه اللي احنا بدانا نصدرها للناس في ال في الدوري المصري اللي احنا مش فريق جاي طالع من الدرجه الثانيه علشان خاطر اللي هو يحافظ على مكان في وسط الدوري او علشان اللي هو يتفادى الهبوط لا احنا فريق عايزه تاخد بطولات فريق عايز توصل تلعب في افريقيا فريق م. عايزه تحقق حاجه ده اللي كان لازم يشتغل عليه حتى لو هو فعلا حقق التارجت بتاعه زي ما هو بيقول بس كان لازم في اوضه اللبس تدار الفرقه بشكل مختلف مم. هو يعني انا مش يعني مش عايز نكون قصين قوي في على الكابتن علي هو هو كده كده الراجل يعني حقق انجاز وان انت تحقق بطوله في اول موسم ليك في الدوري واللي انت توصل لافريقيا في اول موسم ليك في الدوري دي حاجه مش سهله في فرق كبير جدا بتصرف ملايين ومع ذلك مش قادر تحقق اللي هو حققه مم. فدي حاجه تتحاسب له برده ولا لا, لا, لا مهمة مهم طبعا. طيب نروح للمباراه الثانيه وطبعا فوز الزمالك المهم جدا على ملعب صعب جدا على الزمالك امام غزل المحله والفوز 2-0 ومباراه صعبه جدا في الشوط الاول اتيحت بعض الفرص لغزل المحله كانت واخطاء وبعض الاخطاء كانت كفيله ممكن ان هي تخرج المحله كسبانين في الشوط الاول ولكن شخصيه لعيبه الزمالك يا طارق تحس ان هم بيلعبوا كل ماتش كل الناس اللي موجوده في الملعب سواء جمهور عمال غرفه ملابس الجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه بيلعبوا هي هي هي. كان ده اخر ماتش في حياتهم كان, كأن ده اخر ماتش في حياتهم. العالم الحقيقه انا يعني بالرغم من ان فرقه الزمالك حاليا ممكن ما تكونش احسن فرقه موجوده في الدوري او من مش احسن فرقه لعبت لنادي الزمالك في السنين الاخيره ولكن بالرغم من كده اللعيبه دي عندها روح وعندها شخصيه في في اوضه اللبس وفي الملعب ما كانتش موجوده في الزمالك قبل كده يعني م. أنا بشوف إن الزمالك يعني فريره مظلوم أو معذور بأنه هو عنده سكواد مش عنده فيه مشاكل كتير نواقص آه. نواقص في مراكز كتير جدا ولكن برغم من كده هو قادر يعالج النواقص دي بحاجات معينة بيعملها باللي هو بيدي ثقة لعيبة صغيرة باللي هو بيجيب لعيبة من مراكز مختلفة يحطها في مراكز غير غير طبيعتها زي عبد الغني إمبارح ما كان بيلعبوا نمرة ستة وزي حاجات كتير حصلت ولكن اللعيبة نفسها عندها اصرار كبير وده واضح ان هم عايزين يلعبوا كل ماتش اللي هو كانه نهائي كاس العالم بالنسبه لهم طب عايز ارجع تاني للكره <applause> عايز ارجع الكره اللي قبل اللي قبل دي يا جماعه من بدايتها في بدايه الهايلايتس بتاعت المباراه ويعني بعض الاخطاء اللي لازم نادي الزمالك يتجنبها من بدايه من بدايه خالص من بدايه اللعبه اه ان يعني مش كل مره مش كل جيم هيبقى عواد في احسن حالاته طبعا انت في اخطاء كبيره جدا بتحصل لازم فريرا يعالجها خاصه في الماتشات الكبيره قدام لعيبه الكواليتي بتاعته أحسن ال 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 الاهداف الل الل اللي ضاعت دي كانت ممكن ان هي تبقى اهداف ولو دخل فيك جون ممكن مش سهل إن, ان انت كل مره ان انت تعرف تعوض فعايزين نجيب اول كوره اول حاجه وانا مستغرب يعني فريرا طبعا بيعمل حاجات جامده جدا لا عايزين نرجعها من الاول يعني بدايه الكوره بدايه الكوره بس يا جماعه بعد اذنكم والكوره طالعه من رجل من الجول كيبر الكره كره اه هي دي بدايتها اي أيوه،, ايوه ماشي ماشي طيب ماشي ده جمهور الزمالك العظيم طبعا اللي هو اقف اقف اي فرقه كبيره يا جماعه في الدنيا الجول كيبر بيشيل الكره كام على خط 18 لازم يبقى بدايه وقفته ورا خط نص الملعب أربعة 4 5 يارد صح والكره في الهواء برد ونص الملعب حواليا عشان الكره التانية تبقى بتاعتي ده دي ثوابت أ ب ثوابت الناس بتبقى يعني بقى حتى في الدوري اللي في أي دوري إن طارق الكورة النهاردة الراجل بيشوط هنا ليه تفنس الزمالك ورا بالشكل ده خاصة إن كمان ما عندهمش فيرود سريع ليه المسافة يا يعني. هشام أنت النهاردة النهاردة المسافة ما بين الجزيري وما بين الديفنس أكتر من 65 ياردة صح أخطاء يعني قدام فرقة كبيرة هتتعاقب عليها طبعا. وعلى فكرة أنا بقول الكلام ده والزمالك كسبان أنا أفضل إن أنا أقوله والزمالك كسبان أحسن ما أقوله لما 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 تكون مباراه فيها خساره النهارده لازم ان المسافات تبقى اقصر من كذا ما شفنا بيراميدز امبارح والشيب المحترم ده مش شيب ده مش شيب ده ده شيب, شيب بالك اقول لك صار. معلومه ميدو امبارح المحله يا طارق شاط 15 كوره منهم سته بين التات خشبات لا لا كور بس عايز ارجع تاني عشان لو ملجأ. دورت على اساس كل الكور دي هتلاقي انت بقى هل انت شفت المحله مهدد يعني ككوره مهدد الزمالك لا لكن انت في ثانيه تلاقي فرص المحله خطيره ليه بسبب ان الكره الثانيه الزمالك مش بيامنها عايزين كويس بصوا يا جماعه اول حاجه ديفنس الزمالك وقف غلط في الكوره الديفنس في الكوره دي لازم يبقى ورا خط النص ب3 4 يارد ويبتدي يرجع صحيح. مع الكوره في الهوا انما الديفنس بادئ ورا نكمل يا بعد اذنكم اول حاجه الكوره ما ينفعش تنط انا لازم الونش لازم النهارده ابقى انا باتاك الكوره ان انا ماشي الراس حربه بصراحه اجويرو حضن كويس واشتغل كويس لكن لازم عبد الغني هنا خطواته تبقى اسرع هو إن اصلا ما يسيبهاش تطب ماشي, ماشي طبت بس لازم عبد الغني هنا خطواته تبقى اسرع ان هو يامن الكره الثانيه في الحته دي يعني البدايه يشوق... الفرقه كلها واقفه غلط كله واقف غلط وبعدين يشق على الحته الخطر مم. يعني هو دلوقتي لو مشيت شويه ايوه يرجع لازم... بسبرنت على المكان بيجري... اللي الكره بيجري هتنزل على الكرة فيه الكره ما بيجريش على لازم يجري لا. على الراجل اللي بالظبط اللي المكان اللي الكره ممكن تنزل فيه يعني طبعا ده مش مركزه لكن احنا بنتكلم عشان هو يبقى عشان هو بيتفرج يبقى هو بيتفرج ان هو الطبيعي يشق على الحته الاخطر طب ممكن اسالك سؤال بقى عشان في التسديده دي مم. والراجل بيشوط، انت مش شايف ان عواد واقف جوه قوي لازم يبقى واقف خطوتين بره؟ آه. لو هو شالها طبعا خلاص هو لك عشر هو عشان مرن شالها، آه. لكن اي حارس مرمى تاني كان هتخش. لازم كانت هتخش. صح انا صح ولا بقول صح ولا لا؟ لازم يبقى واقف بره خطوتين. يعني, صح. صح. لازم برا خطوتين صح. يعني لازم خطوتين اللي هو بيسموها مثلا على الثلاثه يارد مش هتطلع صح. على السته لان هي مثلا مش على حدود ال 18 اللي هي على الخط ال 18 هي بدري شويه فانت على الثلاثه يارد تبقى اللي انت بتقوله ده صح. انت عارف ان انا يا هشام والكوره بتتشاط ما صدقتش ان هو شالها. هو ما شاء الله ده يا الله رد لا الكرة طبيع. دي من المكان اللي هو واقف فيه ده لا يمكن تتصد الكرة كل ما بتقرب من الجول وهي بتتشاط بتاخد بعد اكتر على الزاويه فلو انت حارس مرمى واقف يعني على الخط او تحت العارضه بالظبط وبعدين عيدها تاني ابعد منه. ابعد اه بس, بس في تفصيله طارق بص معلش عيدها تاني اصلا وهو بيستعد يا ميدو م. هو خد خطوه يمين كمان يعني هو صعب المأموريه اكتر بص انا انا بص دي بقى القوه الانفجاريه بتاعه الدوسه اللي هو الشمال اللي بيدوس بيها عشان يوصل للمسافه دي ما شاء الله ان هو عنده التيك اوف بتاع رجله او اللي انت بياخد الباور دي الفكره ان كل الكور اصلا اللي شالها في الماتش ده كان كلها واقف كده كان على فكره هو ده عواد يعني انا غلبت اسماعيل لازم ان انت تطلع بره هو دايما هو جول جامد جدا الريفلكسز بتاعته عاليه جدا هو هو بيحط نفسه في ازمات بيعرف يقرب نفسه منها يعني هو يعني طبعا هل كرة... انت اتكلمت مع حس... مثلا حسيت من كلامه ان هو حاسس هو قصير شويه <applause> لا انا شايف طوله مناسب يعني آه هو مش لكن يعني الكره آه آه دي صعبه قوي قوي, قوي بتاع بص محتاجه رعد بتاع كابتن ماجد أيوة. الشيخ ايوه هو خلي بالك هي الصد... التصديات دي كلها رد فعل اه هو رد فعله يعني هايل احسن جون في مصر دلوقتي خلي بالك ضربه جزاء المقاولين ها أه؟ بتاعت نهايه الشوط الاولاني بتاعت الماتش اللي قبل ده كانت تودي الزمالك لسيناريو ماتش تاني مم. خالص لو كانت دخل والفرص دي كلها وده تحسن واضح لازم نحيي فريق كابتن ايمن على ايه على على التطور اللي حصل في الضربات الثابته سواء آه في انت بتتكلم جون زيزو لعمر السعيد في الاسماعيلي بتتكلم على الكورنر ده مم. بتتكلم على حسام عبد المجيد اللي هو المتش الناشئ الماتش بتاع المقاولين وفي ماتش المقاولين سيف الجزيري واحده لف رقبته حطها جنب العارضه والماتش ده ميدو ها الشوط الاولاني اكتر من كره للوينش وعبد الغني بقى مدافعي ولاعبي نادي الزمالك بيوصلوا للكرات الثابته حتى لو ما دخلتش بقى بيطلعوا بيلمسوها وبيأتكوا الكوره ده طيب دي حصل فيها فكره الجون بتاع الجون بتاع بن شرقي ده طارق صعب جداً. وانا عارف دي انا يعني دي كانت كورم انا بعرف ان انا جايبها مهاجم عشان تطلع ان انت النهارده تطلع وتوجهها بالش... بالشكل ده وانت ناطط فوق الراجل من, ز... من, من وانت محازي القايم انت جوه القايم بنص يارده بس صعبه جدا ليه اقول لك ليه لان اي مهاجم طبيعي وهو طالع بيوجه كده لازم يعملها هنا طبيعي ان هو لازم يعملها انا عمره ما يعملها في الحته دي لان هيخاف انا لو انا هخاف ان ايه الطبيعي ان انا هروح اعملها هنا عشان لو قلشت مني تيجي هنا هو وجهها هنا يعني هو راكنها بدماغه في في الجنب الايمن القريب <applause> وبرده انا كان عاجبني جدا يا طارق ان بن شرقي جاب الجون ده في وقت هو كان وحش فيه قوي صح يعني هو كان قبليها ثلاث كور رتمه بطيء وبيطول في الكوره وكان بتاع <applause> في واحده دخل رقص ودخل على 13 وعمل وحش في واحده ثانيه راح ثلاث كور ورا بعض انا انا نفسي قلت فريرا هيطلع هي قوة لسه بقى دي انا دي حاسس ان دي طبعا. دي شخصيه لعيبه ميدو اللي انت في الوقت حتى اللي انت بتلعب مش احسن اداء ليك في الماتش لكن بالرغم من كده انت مركز وعارف انت هتعمل ايه مم. يعني زي ما انت ما بتتكلم وبتقول ان هو كان إيه؟ كان صعب اللي هو يحط الكره في المكان اللي حطها فيه ولكن مم. هو لعيب شخصيته قويه هو, قوي هو لعيب عارف ان هو هيحطها في المكان ده قوته في هدوءه يعني برده جمهور نادي الزمالك لازم يعرف في صوره انا كنت سايبها للاعداد مهمه جدا لا ما احنا هنجيب كل الصور بتاعتك اه اه الصوره دي مهمه جدا ليه لان بتبين مدى يعني ايه تخرج من نادي كبير, <applause> كبير. انت جمهور الزمالك انت راجل بت... ماشي بص يا ميدو لن ننسى لحظه كنت فيها سببا لسعادتنا شكرا يا بن قلبي مم. ده رساله للعيبه الكرة احتراف مم. انت دلوقتي خلاص مش عايز تجدد انا يا جماعه مش هجدد انا هتوكل على الله الناس هتقول لك الف شكر وهتخرج لان انت كلعيب كرة انت بعد ما تبطر راجع تاني خلاص انت مثلا لعيب زي طارق حامد انت من حقك تمشي م. بالتاريخ اللي انت عملته في نادي الزمالك كنت لازم تمشي بشكل اوضح وفي صراحه اكتر من كده لعيب زي ده مش لعيب مصري بس لعيب كان بروفيشن طلع قال لك انا خلاص ماشي فانت دلوقتي بتتكلم جمهور نادي الزمالك لازم يعرف حاجه مهمه جدا ان بن شرقي فاضل له اربع اهداف ويحصل كابتن علي محسن الهداف الاجنبي التاريخي لنادي الأجنب الزمالك في 110 ماتش انت بتتكلم في بن شرقي جايب 43 جول فاضل له اربع اهداف كبير اه جايب بتتكلم تتكلم غير الاسيست آه. يعني فاضل له اربع اهداف عشان يوصل لكابتن علي محسن بتتكلم في 47 هدف غير الاسيستات طب اقول لك حاجه بالمناسبه ده م. ما تمشيش يا بن شرقي الا لما تبقى الهداف التاريخي آه. احنا راضيين للدوري المصري كله لا الهداف التاريخي الاجنبي التاريخي لنادي الزمالك آه. بعد خمس اهداف صح؟ مش أهداف. اه هو اربعه يحصل خمسه عايز يحصل خمسه خمس جيب خمس اجوان وامشي انا يعني ما عنديش اي مشكله يعني هو هشام بيقول ان احصائيه آه 110 آه إن ماتش 43 43 هدف انت على بعد خمس اهداف من ان انت تكون الهداف الاجنبي التاريخي لنادي الزمالك جيبهم وامشي لا وفي نقطه ثانيه في نقطه ثانيه في اهم من كده ان المستشار هيعمل لك عضويه في النادي <applause> كمان <applause> هتبقى <applause> يعني كريم نادي في الزمالك والهداف التاريخي. لكن عايز اجيب عايزين نتكلم على الجون الثاني قبل ما نروح للصوره، عايزين نتكلم على الجون الثاني لان الجون الثاني فيه عظمه كبيره جدا من شيكابالا. اللي هو اللعيبه اللي احنا دلوقتي بنفتقدهم. ازاي في الوقت الصعب ان انت تمسك الكوره، عايزين نجيب الجون الثاني يا جماعه، تمسك الكوره في مكان صعب، على فكره زيزو عاملها له حلوه قوي 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 عاملها لتحت، بس الكوره انا عارف بقى اي لعيب تاني فيرست تاتش تطول منه. لان الكره هوريها لك دلوقتي كورة لا لعيب عادي لا الكره طالع ارتفاعها صعب والملعب انا عارف اللي... اللي... تا... شيكابالا نيمها يعني شيكابالا الفيرست تاتش بتاعته في الجول الثاني التاني... هو ني... نيمها شباك عقبال يجيبوها اهي اهي بص بقى الكره زيزو عملها حلو قوي بس هي صعبه بص حرك شيكابالا اقف بص حطها في لعيبه كتير قوي بقى وهي بتستلم تبعد تطلع تبقى. من تبعد لا شيكابالا نيمها فبقى خلاص هو في الموقف بتاعه بتاع الواحد على واحد. ماشي. اقف بقى اقف. نفسي اعرف مين اللي قال للسنتر باك بتاع محله ان شيكابالا بيرقص على شماله بس. هو بي... خدك هو راح هو جه في دماغه ان شيكابالا هيقطع كده وهيحط في لا. البعيدة فقال لك يا على البعيدة هو. لكن هو شيكابالا يعني ضحك عليه موهبة ميدو طبعا اللعيبة مفيش فيش لعيبة بص وحطها جول بتاع بن شرقي مكمل طبعا دي جزء من اجزاء اميدو ها نقطه انا بحب انت عارف احب الارقام مم. نقطه مهمه جدا ان امبارح بن زيزو اكتر لعيب من اول انطلاق الدوري ارسل عرضيات ناجحه في مباراة انت بتتكلم امبارح من 13 كروس سواء ضربه ركنيه سواء فاول عمل 13 كروس مم. اكتر لعيب من اول الدوري عمل عرضيات صحيح عمل سبعه من 13 عمل سبع كرات دي مهمه كحقه ان هي واحد انا انا بقول ان اهم ميزه موجوده في زيزو اللي هو لعب التكنيك بتاعه مظبوط، لعيب لما الكره بتطلع من رجله بتطلع صح سواء كانت كروس سواء كانت من من فاول من عارف يا طارق لانه دايما محضر القرار الصح وخد نفس. زيزو هو عنده ميزه انه محضر قرار هرفع، هعدي، هشوط، ايا كان بس هو محضر والتاسيس في جي ام جي هو برضه اللي, اللي خلاه يطلع طبعًا. بالشكل ده، بس طبعًا. انا عايز اخد من من الاحصائيه اللي قالها هشام <applause> واقول ان في رايي زيزو احسن مكان ليه في الملعب اللي هو يلعب وينج باك لا وينج باك في فرقه بتلعب بثلاثه ورا انا يلعب انا انا عندي مشكله مع زيزو كل ما يخش لقلب الملعب <applause> لان هو كل ما يخش لقلب الملعب بيبدا ياخد قرارات اللي هو يحافظ على الكره تحت رجله اكتر وان هو عايز ياخد يعمل حاجات مش بتاعته <applause> حاجات في اكبر من حدود امكانياته <applause> ولكن هو ان هو محتاج وقت اكتر على الكره هو مش ما هو محتاج مساحه معينه يلعب فيها مساحه مم. تكون اقل من المساحه اللي بتبقى موجوده في قلب الملعب مم. ويبدا اللي هو يشتغل على عدله رجله ويعمل الكروسات اللي هو بيعملها مم. والدليل على على كلامي ان من الاحصائيه اللي ان هو اكتر لعيب عامل كروسات صحيحه في في الدوري المصري تخيل ان لعيب زي ده تخيل ان لعيب زي ده لو بيلعب معاك وينج باك على طول مم. وانت اصلا بتلعب بثلاثه ويبقى عندك مهاجم نمرة تسعه زي مثلا مصطفى محمد لما كان موجود قبل ما يمشي يبدا ياخد منه العرضيات دي انا متاكد ان الزمالك هيبدا هيبقى عنده جول كتير قوي أنا, انا لو بدرب منتخب مصر هلعب بثلاثه ورا وزيزو وينج باك يمين وعبد الله جمعه وينج باك شمال لو انا مدر... لو انا مكان ب... ب... اي م... اي مدرب ه... لازم هلعب كده انا انا زيزو وينج باك ال... يمين وعبد الله جمعه وينج باك شمال عندهم الباور بس خلي بالك يا بيلو انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا عشان الراجل ده لازم ياخد حقه فيريرا انت فاهم فيريرا انت فاهم يعني ايه برتغالي؟ برتغالي ده الدنيا انا ما بغيرش خطتي صح؟ <متحكور> كيروش بلد كلها قامت يا عم يلعب 4 2 3 ولا لا؟ فيريرا 4 3 3 كوتو كونه لعب 3 ويلعب 4 4 2 و4 3 3 اعرف ان هو بيحاول يخيط مشكله حقيقيه. <متحكور> فكمان حته ان ما فيش طارق انت بتتكلم في ايه؟ اسال كده من شهر لما مثلا حازم امام او المسلوسي يغيب جمهور الزمالك لما تقول له مثلا هلعب بعبد بأ الغني باك رايت هيلطم. قول له مثلا ده مفيش طارق حامد يا انت دلوقتي بقيت بتلعب اي حد في اي مكان وانت كجمهور نادي الزمالك عارف اللي عارف ليه لان العدل اساس الملك اول حاجه عدل اول حاجه دلوقتي كم نجم رجع من الاصابه حازم المسلوسي محمود علاء زمان كان بيعمله اول لما يرجعوا من الاصابه يعملوا ميدو فضل مكانك محجوز امبارح محمود علاء أحل. خلق منافسه في خلق منافسه وخلق حق انت عايز حسام المجيد جدا بيلعب بيتطور سيبه سيبه بيلعب انت امبارح بتتكلم في عبد الغني انت كزملكاوي مثلا كجمهور مش قلقان باك رايت بتلعب بسيد نيمار انت امبارح بتلعب بسيد نيمار وتلعب مش عارف مين وبتاع خلاص هو الراجل خلق حاجه في نادي الزمالك روح امبارح انت بتتكلم الراجل بيهزر مع الدكه فريرة بي بقى بيلف بقى بيهزر مع مع الناس بره هو خلاص فيه اجواء ولازم اقول كلمه حق اميدو الجمهور طبعا الجمهور حط نادي الزمالك هات نفسه يعني الظروف خلت نادي الزمالك ينافس على الدوري الزمالك بيتعرض من اول الدوري لمشكله بسبب القيد الجمهور من اول الدوري مفيش حاجه اسمها قيد هتنافس بقى كل ماتش منظر الجمهور اللي امبارح في ملعب المحله ده لا ده جمهور كبير وعظيم ان هو حط بريشر على جمهورنا نادي الزمالك ان احنا في ظهركم وهتنافسوا على الدوري لو كمان برضو عشان الجمهور دايما اخلاق له الراحه واخلاق له اتموسفير صح عشان تساعده ان هو يروح الملعب وهنا برضه لازم احيي مجلس الاداره كنت لسه هقولها برافو عليك من مقر النادي بلس الاعتماد طبعا على الجمهور اللي موجود في المحافظات اللي اللي اراهن يعني. ان لو في اي نادي في مصر راح اي محافظه ويلاقي الترحاب بتاع جمهور الزمالك بتاع نادي الزمالك وفرقه الزمالك مش اي نادي في مصر نادي الزمالك نادي خاص جدا ال... 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 طبعا ال... ال... المحله فيها اهلاويه وفيها أه... وأسوان و... و... فيها اهلاويه وكله الاهلاويه موجودين في كل مكان زي ما الزمالكوا موجودين في كل مكان لكن الزمالك هو النادي الوحيد في مصر اللي لو راح اي محافظه هيبقى فيه ترحاب كبير جدا من جمهور الزمالك بي... بيستنى فرقه الزمالك ان هي تروح اي مكان وده يعني انا بقول لك بتقول... كمدرب وعيشته كلعيب وعيشته في كل مكان هتلاقي جمهور الزمالك دايما ورا فرقته جمهور الزمالك قبل ماتش المحله في كف الشيخ مم. المنظر اللي انت شفته بتاع جمهور الزمالك ده احنا انا ما 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 انت كلاعب كرة هتتكسف هتتكسف ان انت ما تنوتش نفسك النقطه اللي انت بتقولها ميدو مهمه جدا لان جمهور الزمالك ده طارق هو اكسجين الفريق خلي بالك ما حدش متوقع ان الزمالك ممكن كان يوصل لاخر اسبوعين ثلاثه بينافس الجمهور ده لو الزمالك بقى بطل الدوري هيبقى بسبب الجمهور واللعيبه ولو حتى خسر الدوري في الانفاس الاخيره بتتكلم في اخر اسبوع اخر اسبوعين تعظيم سلام لمجلس الاداره وكسب فريق, وكسر فريق ان انت ما فيش فرقه في مصر تقدر بالظروف دي توصل لاخر اسبوع او اسبوعين بتنافس على اللقب بالسكواد ده انت بتتكلم الفرقة افريقيا ودوري بثلاث مدافعين الفرقه في الزمالك صعبه قوي واللي هم بيخسروا لعيبه في مراكز يعني مميته طبعاً. يعني انت لما تخسر لعيب ارتكاز في الوقت ده من الموسم دي حاجه مش سهله انت لعيب الارتكاز ده انا في رايي هو اهم لعيب في الفرقه هو اللعيب اللي ترتكز عليه الفرقه كلها م. لما تخسر اللعيب الاساسي بتاعك في وقت انت اصلا يعني محتاج نص فرصه او نص نفس عشان مفيش بدايل ومفيش فدي حاجه مش سهله تحسب للعيبه اللعيبه اللي هي دخلت في التشكيل وقدرت اللي هي تحافظ على استقرار الفريق وعلى توازنه وتحسب للمدرب اللي هو وثق في لعيبه يعني ما كانش أي مدرب تاني ممكن يثق فيها بالشكل ده في الوقت ده. برضه برجع أقول لك التخطيط الجيد. بداية النجاح وبداية إيجاد بدائل هو تكوين فريق الأمل، مباريات ودية، تدريب تحت إشراف جهاز الفريق الأول، كل الكلام ده أنت اللعيبة دي خارج ما كانتش تبقى جاهزة إنها تلعب مع الفريق الأول كده إن أنت إيه هتمد إيدك تجيبهم يلعبوا، لا، حصل تحضير لمدة شهرين ونص 10 أسابيع فريرا هو اللي بيحطهم نظام التمرين اسامه نبيه بيروح لنفسه مع المساعدين يمرنوهم لعبوا ماتشات وديه كتير جدا مع طلائع الجيش فرق دوري ممتاز انت عارف الصوره دي, دي فبقى اتخذت منه اتخذت منه رهبه اللعب قدام فرق دوري ممتاز فدايما لما يكون عندك تخطيط كويس انا بقول ان اداره الزمالك وفريرا قدروا ان هم يحطوا بلان بي للموقف اللي هو فيه او عشان يخرج من الموقف اللي هو فيه بدرجه امتياز من الناحيه الفنيه ومن ناحيه ال 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 الهدوء الهدوء النهارده النهارده نادي الزمالك بيكسب ليه يا جماعه؟ بيكسب ليه؟ بالرغم ان كل حاجه بتديكي اشاره لا. لا. ان انا مش هكسب بس في عندهم اللعيبه هدوء اقول لك بيكسب ليه؟ حاجات كتيره جدا طبعا لكن انا اهمها في رايي تمام؟ ان في تطور لاداء المستشار مرتضى منصور في ايه؟ النهارده انا شايف ان في علاقه طيبه جدا ما بينه وما بين اللعيبه بيروح للعيبه حاسين ان هم قريبين منه وحاسين ان هو مش خايفين منه، في وقت من الأوقات خلي بالك اللعيبه كانت بتبقى خايفه من مرتضى منصور، مم. النهارده اللعيبه مش خايفه منه بيقرب منهم وهو ده الصح بيحترموه ويعقوله لكن صح طبعا اكبر رؤساء انديه في العالم لابورتا بيريز كلهم هتلاقيهم قريبين من اللعيبه، اه رئيس النادي ليه هيبه، اه ما بنزلش اوضه اللبس كتير، ماليش دعوه باوضه اللبس انا دي سايبها للمدرب كل الكلام ده طبيعي، انما قريب من اللعيبه، انا بشوف صور وفيديوهات واشوف حاجات إن زي العيد لما اتجمع بين اللعيبه اللعيبه وان قريبين وان الناس وفي علاقه كويسه اتموسفير في مناخ يساعدك ان انت تكسب بس انت برافو عليك يا وانت انت قلت ده انا اتمنى هشام ايه؟ وطر ان المناخ ده ما يتغيرش اتمنى ان مهما حصل انت النهارده زي ما انت قلت يا هشام اللعيبه دي خلاص يعني ومش بقول كده عشان اللعيبه تتشبع، اللعيبه بتعمل كل حاجه ما تخليش اي حد تو بروفوكيو يعني ايه تو بروفوكيو يعني يخرجك بره الاطار بتاع النجاح انت خلاص في فريم بتاع النجاح انت عارف ان ده اللي هيكسبك وده اللي بيكسبك في ناس تانية ذكائها الكبير جدا ان هي بتعرف تو بروفوكيو عارف ايه تو بروفوكيو يعني يستفزك تو ان هو ان هو يستفزك فالنهارده مهما اللي حواليك قال انا الزمالك بطل الدوري مش عارف لا, إيه لا وانا وحاجات كتيره جدا هتتقال عشان تخليك تخرج بره اطار المنافسه وهو ده اللي منافسين كتير نجحوا فيه في سنه بعض السنوات وهم خبراء في هذا ان هو يخرجك بره الحته دي فخلاص بقى انت اتعلم من الحته دي انت خلاص انت انت راجل اول الدوري ممكن في وسط اللي وانت جاي ممكن تتغلب على فكره عادي مفيش ردود داخل على ماتشات صعبين لا هو مفيش ردود فعل مفيش اي حاجه لازم افضل هادي مهما الناس اللي حواليا قالت ما ردش خلاص انا خليني في الحته دي لو نادي الزمالك نجح في كده هيبقى بطل الدوري لو نادي الزمالك انساق ورا كلام تاني بره الكوره بره الكوره هيكون سبب رئيسي في خسارته لا وحاجه اقول لك حاجه بصراحه طارق ان فريرا مش عايز اقول كلمه تقيله لكن الزمالك بيكسب لان هو طهر قط اللبس من شويه حاجات هي اللي بتخلي في وقت معين خلي بالك اللي يعني رايك قول <applause> وضح لنا بشكل اكبر بص يا ميدو انت راجل نجم كبير ولعبت كوره على جميع المستويات لعبت هنا ومنتخب وبره اللي بتكسب بتجيب الاجوان وانت مش كويس او وحش ها توفيق التوفيق ده ما بيجيش غير لو الدكه واللي في الملعب وعمال غرف الملابس والاداره كلها النية صافية امم طبعا النية صافية الكلام عارف واضح هو... إيه؟ عارف النية بتبقى صافية امتى؟ لما بيبقى في عدل طبعا نادي الزمالك في عدل دلوقتي هتلتزم هتلعب مش هتلتزم هتفتكر نفسك ان انت اكبر بتاع مش هتلعب مش هتجدد مش هتلعب هو ده هو ده اللي كنت بقوله ان فيه عدل العدل بيخلي ان اللعيبة نفسها لعيبة الكرة راضية انا قاعد احتياطي بس انا عارف ان المدرب اللي قاعد جنبي ده عادي, لما اشد حيلي ولما مم. انزل العب وامسك فرصتي مش هيقعدني مش بره هو ده اللي مدرب كبير بحجم فيريرا قدر ان هو قدر ان هو يخلق وعايز اوريكم فيديو يعني انا قلته على طارق حامد يوم كام يا جماعه شهر يعني شهر كام 16 6 يعني النهارده يعني بتكلموا تقريبا اكتر من شهر يعني شهر تقريبا 16 6 تعالوا شوفوا الكلام انا قلت ايه على طارق حامد طارق حامد مش موجود في نادي الزمالك السنه الجايه مش موجود في نادي الزمالك السنه الجايه وطارق حامد يعني انا عندي معلومات من اكتر من شهرين او شهرين ونص ان هو انا هاتفاقه مع احد الانديه القمه في السعوديه وخاصه نادي اتحاد جد طارق حامد الاخبار اللي جايه من اصدقائي في السعوديه وبتكلم على مسؤولين كبار في انديه ان طارق حامد انا هاتفاقه مع نادي جد فخلاص طارق مش هيبقى في نادي الزمالك يعني ده الكلام طبعا انا قلته يوم 16 6 تقريبا من شهر وكان عندي معلومات مؤكده ان طارق مخلص مع الاتحاد جده والنهارده الاخبار كلها في السعوديه كل الصحف في السعوديه بتاكد ان طارق حامد خلاص على يعني قريب جدا من الانضمام لمعسكر اتحاد جده الصيفي استعدادا للموسم الجديد وانا انا بحب طارق حامد بحبه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرجوله على مستوى طبعا دي كل الاخبار كل الاخبار في السعوديه خلاص وخلي بالكوا دي اخبار بقى مؤكده يعني في السعوديه طبعا صحيفه الرياضيه طبعا صحيفه كبيره جدا في السعوديه دايما عندهم مصداقيه كبيره جدا خلاص طارق حامد على اعتاب الانضمام الى آه نادي اتحاد آه اتحاد جده وانا بتمنى التوفيق لطارق لان انا بحبه صحيح انا كزملكاوي كنت اتمنى ان هو يخرج من الباب الكبير أو من باب اكبر خلينا نقول من باب الكبير كنت اتمنى ان هو يتعامل مع آه موقف خروجه من النادي بذكاء اكبر واتمنى ان طارق طالب عندهم يعني يعني يبقى عارف ان انا بقول الكلام ده عشان بحبه وانا قلت له الكلام ده يعني بشكل شخصي قلت له الكلام ده وبنتمنى له التوفيق واحنا كزملكاويه نبقى برضو نبقى يعني مكحفين ان احنا ننسى لطارق حامد اللي عمله نادي الزمالك الراجل ده ممكن يكون ما خرجش بافضل صوره ولكن الراجل ده من اول دقيقه دخل فيها نادي الزمالك من قبل ما حتى ما يخش نادي الزمالك هو كان عنده اصرار كبير جدا رغم عروض يعني وجود عروض من انديه تانية بنفس الاموال ان هو ينضم للزمالك لان هو اصلا زملكاوي وانتوا عارفين الفيديو الشهير طبعا وهو بيتكرم لما قال انا امنيت حياتي في الزمالك وهو لسه لاعبا لسموحه آه ثم بعد كده قتاله في كل دقيقه تواجد فيها جوه نادي الزمالك بتخليني انا كراجل زملكاوي انا احترمه ما اقدرش ان انا ما احترموش وانا نفسي على المستوى الشخصي بحبه كان نفسي ان انا يخرج من بشكل افضل ولكن آآ آآ بتمنى له التوفيق وبتمنى ان هو يكون اضافه للاتحاد جده نادي اتحاد جده نادي عظيمة يا جماعه وجماهير عظيمه انا رحت لهم بقى ماتشات في الملعب اتموسفير رهيب و... وهيحبوا طارق حامد. يعني في دلوقتي محاوله للتشكيك في قدراته وان كذا وبتاع لكن صدقوني هيحبوا طارق حامد ده انا بقول لجمهور اتحاد جده انتوا هتحبوا طارق حامد لانه لعيب مقاتل. لعيب مقاتل بيقاتل على كل كوره ولعيب طور من نفسه بشكل كبير جدا وهتشوف ان هو هيمشي في السيستم بتاع نونو سانتوس هيمشي فيه ممكن يكون هو مش احسن كرييتر يعني مش اللعيب اللي هو بيعرف يخلق لعب ويصنع لعب لكن هو لعيب نمره ستة من اللعيبه الهولدنج ميدفيلدرز اللي بيقدروا ان هم يفسدوا هجمات الفرق الثانيه وهو برده هيفو... هيفاجئ بالريتم بتاع الدوري السعودي لان التيمبو والريتم بتاع الدوري السعودي صدقوني انا دربت هنا وهناك اسرع بكثير جدا من الدوري المصري لكن في النهايه هو لعيب دولي ولعب على مستوى الدولي في اعلى المستويات وفي كاس العالم وفي كاس الامم الافريقيه امام لعيبه دوليين كبار واكيد هو عارف ان الر... ازاي يتعامل مع الريتم العالي آه كل التوفيق لطارق حامد آه في السعوديه اللي خلاص كل الاخبار في السعوديه بتؤكد قرب انضمامه من معسكر اتحاد آه اتحاد جده تعالوا نطلع فاصل وبعد الفصل هنكلمكم على الأهلي وإيه اللي بيحصل في الأهلي وعن بيراميدز وإيه فرص بيراميدز في الفوز بالدوري بعد فوز الاهلي الكبير على فيوتشر يعني الجميع توقع ان الاهلي هيفوز على بيراميدز وان المباراه مش هتكون سهله اكيد لان فرقه بيراميدز فرقه جامده وفرقه عندها كواليتي وعندها لعيبه كويسه ولكن الجميع توقع ان اسلوب تاكس في الماتشات الكبيره ان هو بيلعب لعب مفتوح وان هو بيصر على بدايه الهجمه من تحت حتى تحت ضغط عالي وان هو حتى هو حاجات كتيره ممكن تخلي الاهلي عنده افضليه في ان هو يفوز بالمباراه. الجميع فوجئ في مباراه امس ان الماتش اللي هم بيتفرجوا عليه مش هم مش هو ده الماتش اللي هم كانوا متوقعين ان هم يتفرجوا عليه. اول حاجه لقوا تنظيم دفاعي كبير جدا من بيراميدز واللعيبه كلها بلا استثناء متحفظه ادوار دفاعيه بشكل جيد جدا قبل المباراه. لقوا ان فرقه ليها شيب بتلعب في 25 26 28 يارده. وفي نفس الوقت لقوا ان فرقه الاهلي فرقه تانية خالص غير الفرقه اللي بتلعب او اللي كسبت فيوتشر واللي كسبت فيوتشر نتيجه كبيره عشان تتقي المباراه بفوز بيراميدز 2-0 اه بهدفين طبعا احرزهم فخر الدين بن يوسف والبديل تراوري في اول كره في اول كره ليه علشان يعني النار تتفتح من امبارح على معظم لعيبه الاهلي وانتقاد كبير جدا لاداء معظم اللاعبين واتهام جمهور الاهلي في كثير من الصفحات وشفت فيديوهات كثيره جدا بتخاذل اللعيبه وان هم بيلعبوا من غير روح ومن غير قلب وعايزين نعرف كل الحقيقه معايا برضو يعني لسه طبعا مستمر معايا هشام رشاد وطارق شعبان عشان نعرف ايه اللي 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 حصل وايه اللي خلى فرقه الاهلي تظهر بالمنظر ده وايه اللي خلى فرقه بيراميدز تظهر بالشكل الجيد ده. طارق هل بصراحه السيناريو اللي انا بقوله ده كان مفاجاه بالنسبه لك؟ يعني وانت بتتخيل كده احنا دايما قبل الماتش بنتخيل الماتش هيبقى عامل ازاي؟ صح؟ اي ماتش بتفرج عليه حتى مان يونايتد، مان سيتي، ايا كان صح؟ هل تفاجئت بالمنظر بتاع الماتش؟ بالنسبه لـ من ناحيه بيراميدز انا اتفاجئت بالاسلوب اللي اعتمد عليه تاكس يعني هو المتعارف على تاكس ان هو راجل بي بي بيعمل بيلد اب دايما بيبدا الهجمه من تحت دايما مصر على اللي هو يطلع بالكرة يتدرج بيها للتلت الاول للثلث الاخير ولكن الفكره اللي هو امبارح لعب بشكل مختلف او بنمط مختلف غير اللي هو متعود يلعب بيه بس انا بقول ان الماتش ده يتلخص في ثلاث اسباب كانت هي اللي خلتنا نشوفه بالشكل ده م. اول حاجه الاسلوب التكتيكي اللي اعتمد عليه تاكس جونياس والاسلوب اللي رغب الاكبر بيه الاهلي اللي هو يلعب عليه تاني حاجه الشخصيه اللي ظهرت عليها لعيبه بيراميدز في الملعب واللي كانت مختفيه تماما عند لعيبه الاهلي لعيبه الاهلي مش بس كده لا وكان مختفي عند لعيبه بيراميدز قبل كده اه لا انا بتكلم على الماتش ده آه. انا بتكلم على الماتش بتاع آه. امبارح خالص ان الشخصيه بتاعه لعيبه بيراميدز في الملعب فرقت بشكل كبير جدا لان النادي الاهلي كان عنده اكتر من لعيب او اكتر من نص الفرقه بتستخبى في الملعب لعيبه ما بتطلبش الكوره اصلا مم. والسبب الثالث في رايي هو الكواليتي اللي موجود في نص أنا الملعب انا بس عايز, بتاع عايز فينا. فينا. بس بعد تمام؟ رجع الكورة يا جماعة. رجع الكرة بس عايزين نرجع شوية بس، نرجع شوية بس. نرجع تاني، تاني تاني بس روح العب ماشي. ماشي. اقف يا جماعة. أول حاجة الجون ده السبب الرئيسي فيه من البداية هو اعتياد أيمن أشرف على الاعتراض على الحكام المصريين. هو مش مصدق ان الحكم ما ادالوش فاول. فاول وبيحاول يضغط على حكم اسباني مش هيتاثر بالكلام اللي انت بتعمله ده الراجل ما يعرفكش ولا يعرف حاجه الكرة ما فيهاش ولا فاول على بريتمو لا, لا, لا يعني انت وقعت المره الاولانيه عايزين نمشي معلش يا طارق انا اسف على لا مش مشكله المره الثانيه حاول ياخد فاول برضو مش فاول راح باصص للحكم واعترض انت عارف يا ايمن وبرضه بقول لجمهور الاهل لو ايمن من اول كوره كراجل بقى انت سنتر باك صح ارجعوا يا جماعه تمام انت راجل سنتر باك لو من اول كوره انت نطيت فيها والراجل طلع معاك في كره مشتركه 50 50 تمام والحكم ما لكش بدل ما انت تبص للحكم وتشوح له رحت راجع مكانك الجون ده ما كانش دخل لان انت تشويحك للحكم اللي عايزين برضه ناكد عليه تاني للكرة يا جماعه تشويحك للحكم واعتراضك عليه مره واتنين خلاك ان انت اوت اوف بوزيشن مش عارف ترجع للبوزيشن بتاعك نكمل الكرة كده تمام برضه حاول ياخد فاول تاني واعترض وبرضه هيروح قايم تاني كمل كمل هيعترض على الحكم وبيتكلم معاه يا ايمن ده راجل لا فاهم الكلام اللي انت بتقوله ولا هيتاثر بالكلام اللي انت بتقوله ده راجل شا... هيحكم اللي شايفه بس برافو عليك ان انت جبت حته عين صقر يعني لا شم اهو بص بقى لما ايمن رجع طارق هو رجع عشان غصب عنه عشان هو مش مركز في الكرة خلاص هو مركز في الاعتراض على الحكم صح بص بقى لما رجع هو اللي غطى الافساد في الجون العب إيه بقى اشتغل ها آه. بص هو خلاص كده طلع بره البوزيشن بص الراجل نط تاني ها آه. اشتغل تمام بص اقف هو راح راجع خطوتين بظهره لو ايمن كان من الاول رجع على البوزيشن بتاعه كانت الكرة دي وهي طالعه في الهواء كان هيطلع يطلع فخر الدين <applause> بن يوسف اوف سايد وعايز اقول حاجه ثانيه يا ميدو انت بتتكلم في نقطه مهمه ومعلش رجع ياسر معلش تاني رجع فكره انا عايزك تركز فخر الدين بن يوسف مين اللي كان معاه؟ السليه رجع كمان رجع السليه خرج بره كده خلاص العب بقى بص السليه خلاص ايه م. عندك دلوقتي فخر لقاي معاه علي معلول خلاص دلوقتي السليه معاه فخر الدين المفروض يقف مع فخر خلاص ما بص آه. مره واحده الكره بتتلعب كمل بقى ياسر كمل خلاص السله اصلا مش شايف فخر الدين من يوسف بالظبط مش شايف فانت مش حاسس انت مش حاسس ان في حد جنبك اه لا مش شايف, شايف. آه لا وبعدين بقى بص اقول لك على اهم حاجه طارق وعايزك تتكلم تمام انا عارف بقى انا اقول لك عارف الجون ده من اهم الاسباب ان هي دخلت ايه <applause> مفيش كلام ما بين اللعيبه مفيش قاده <applause> في الملعب المفروض الطبيعي ان في الناس بتتكلم مع بعض الطبيعه انا معلول انا باصص للكوره سليه اقف خلي بالك ك... فيش... إيه؟ ده شناوي با. مش ايه ده شناوي مش مفيش كلام كل الجول ده معاه سكرين للملعب كله حارس المرمى ده لو ما جابش صداع للديفنس انا بن... انا مدرب جوان ومدرب وحارس مرمى سايلنت اقعد بره على الدكه بس الموقف ده مش مستاهل ان حارس المرمى يتكلم الصراحه يعني لا اي لعيب حارس المرمى كوره في الموقف زي ده, ده لازم ياخد بس لازم اللعيبه في الوقت ده تاخد قرارات مش مستاهل حد يكلمه انا يعني مش في الشناوي لا انا حارس المرمى, المرمى على الحضر ده ميدو انت ايه ده كان صوته <applause> لا بس انا بتفق <applause> مع طارق في ايه <applause> ان الكوره قريبه قوي في الكلام يعني ايه المفروض ان <applause> ان الطبيب بس اللعيبه منشغله يعني هنا المفروض يعني هو ايمن في دربكه يعني في دربكه فبيبتدي الشناوي ينبه ماشي ايمن كان المفروض يطلع زي ما كنت بتقول يا ميدو ان المشكله عنده اللي هو اصلا مش مركز على مع الكوره الصلاية كان لازم يبقى مع مع فخر الدين بص حتى الكوره اول ما دخلت ايمن على عمل ايه؟ هيروح مم. جاري على الحكم بص انا عايزك تشوف تاني يا جماعه بص بص هيروح جاري على الحكم يا جماعه يا ابني خلاص يا ايمن خلاص كرة اتلعبت ودخل الجون وانت بت... هل الحكم الراجل ده هيرجع في كلامه ده راجل م... م... مش اصلا هو مش فاهم انت بتقول له ايه مش فاهم لكن تعالوا الجمهور حاسس الجوله جماعه الجمهور حاسس ان 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 في تغير في اداء الشناوي كقائد مش اداء الشناوي كجول كيبر تعالوا اوريكم الفيديو ده خاص بالريمونتادا الجمهور امبارح بيقول ايه للشناوي اكتر ناس بتحس باللي بيحصل الجمهور الجمهور دايما جمهور الاهلي شايف ان في حاجه غلط انا <applause> الجمهور بيقول لي يا شناوي بص لي على تمام لو انت القائد اديني اماره لو انت القائد اديني اماره يا شناوي بص لي على الشاره وكانهم فعلا اكتر ناس حاسين باللي بيحصل ان الشناوي النهارده الناس عايزه تقول الشناوي إن, ان القياده مش شاره بس القياده علاقتك باللعيبه القياده ان انت ما, ما, تخسرش الخط ما بين ان اللعيبه بتحترمك كقائد وككابتن وان انت تشيلهم وهنا بقى انا راجل بتاع كوره انا بقول لكم لا انا عايز اوريكم اكتر من مشهد اول حاجه بعد الجون الاولاني عايز اوريكم المشهد اللي ما بين الشناوي وما بين ايمن اشرف الشناوي وما بين ايمن اشرف الشناوي بيتكلم معاه وبيقول له ايمن بيقول له لا دي فاول وهو بيتكلم أول لما الكرة دخلت الجون لو جبتوا في الهايلايتس هتلاقي إن الشناوي هيروح جاري مزعق لأيمن قشر في الجون التاني في الجون التاني عايزين أنتوا عايزكم الجون التاني. في فرق من أنا بوجه وعلى فكرة أنا أكتر واحد كنت بشيد بالتوجيه بتاع الشناوي للعيبة. جيبوا الجون التاني يا جماعة. تمام؟ بص جابوا لي بص 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 يا جماعة أنا أنا بس عايز الجون الجون أه طيب من اول الكره يعني كان اول الكره بص علي الشناوي الشناوي يعني انا انا فاهم ان هو زعلان طبعا هو اكيد زعلان بس هو كل الملعب الشناوي خلاص عارف ان الجون ده غلطت عليه معلول انت كراجل قائد ما ينفعش تشيله في فرق ما بين ان انا بوجه لا انت كده بتشيل ما هو خلاص هو معلول نفسه عارف ان هو غلطان انت بحركاتك دي انت بتشيل معلول قوي انت بتتبعه يعني انت اهو ماشي كل الناس عارفه ان الجم من علي معلول وكلنا قلنا الكلام ده بص طب برضه بص يعني بص انت النهارده معلش انا بص كل ده رياكشن من الشناوي انت كده بتدبح معلول صح ولا لا يا جماعه صح عشان ولا لا انت بتتكلم مليون في الميه صح أوه. وهرجع للنوت انت بتقولها بس انا بقى باكد ان الشناوي ما بيتكلمش مع خط الدفاع كره زي دي لازم يقول له طلع أوه. لازم يلعب بطلع ما ينفعش اصل لا يمكن علي معلول يعملها طبعا غلطه من علي معلول ان انت ما عندكش احساس باللعيب اللي في ضهرك لكن اي حارس مرمى هنا هو الكره بتتلعب واحد يعملها اللي هو ايه واحده هيقوله هيقول له واحده دي تاكد ان هو ما اتكلمش مع معلول وفي نفس الوقت اللي انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا ان انت كحارس مرمى كل الناس شافت مين اللي غلط هو معلول اللي شايف ومحدش قال لك ان انت غلطان انت بتلبس معلول ليه خلاص هو غلط انت دلوقتي الحركات دي ايه عارف لو سكت ومشي يشوح مع نفسه ان هو مش طايق اللي حصل لكن هو ابتدى دخل في نقاش مع معلول مش عارف بيقول له مش انا انت حي... يعني في دخل مع... في التشويق ده نفسه انت بتشيل الراجل الجون ما هو الملعب كله على فكره ممكن تبقى ناس موجوده جوه الملعب مش هنا هيقول له واحده يا بيدو اه لازم اه يتكلم لكن النهارده الجون مش غلط الشناوي وما عنديش مشكله في دي لكن النهارده ممكن يبقى فيه جمهور في المدرج على فكره ما شافش ان علي هو اللي غلط او ممكن يكون جمهور افتكر ان تراوري هو اللي خدها أو كذا أنت بحركاتك اللي أنت عملتها بعد الجون دي أنت شيلت معلول قدام الملعب كله وهو أصلا مش, مح... مش محتاج حد يشوفه. ده اللي حصل ومعلول النهارده يا طارق ما أعرفش أنت عارف معلول ده قفل الانستجرام قفل حسابه أنت عارف ده ميدو. أنا عارف أفل أنا أنا, مم... أنا بس عايز أقول رسالة تاني للشناوي يعني إيه أنا كنت سعيد الحظ إن أنا لعبت مع قادة كبار كبار جدا وكباتن كبار لقيت تحت قيادة كابتن حسام حسن، لعبت تحت قيادة الكابتن هاني رمزي، لعبت تحت قيادة الكابتن أحمد حسن، مش عايز أنسى حد. لعبت تحت قيادة توتي، لعبت تحت قيادة روبيكين، لعبت تحت قيادة نجوم كبار جدا، مش عايز أنسى حد، لعبت تحت قيادة نجوم كبار جدا. الكابتن الكابتن الصح هو الكابتن اللي دايماً بيدور على مصلحة لعبته ودايماً يحمي لعبته دايما يحمي لعيبته انما النهارده انت انا وبقول الكلام ده مش عايز يعني مش عايز الشناوي يزعل مني ومش عايز الاهلاويه يزعلوا مني انا بتكلمكم في كوره في كوره ان لازم الشناوي يبقى اهدى في ردود افعاله بعد الاهداف الكلام اللي انت عايز تعمله مع علي معلول ده او انت بتعمله النهارده التشويح اللي هو الزياده ده ممكن تعمله في اوضه اللبس ممكن بقى ده في اوضه اللبس تروح داخل في اوضه اللبس انت لازم تعمل كذا بتاع انت بتاع ممكن بص شفنا قاده في اوضه اللبس بتعمل كل حاجه انما قدام الناس احمي زميلي أحم زميلي لان زميلي في الاخر هو اللي هيشيلني زميلي هو اللي هيشيلني انت على فكره بعد الكلام اللي حصل ده والغلط بتاع علي معلول في الجول الثاني علي معلول خلاص بقى اوت اوف ذا جيم لا وكسبك كتير كسبك كتير قوي انا يعني, يعني عامل لعيب ليه رصيد يعني ولعيب كبير مش لعيب صغير يعني ما ينفعش اللي هو يتعامل بالطريقه دي يعني هو غلط اوكي كل لعيبه بتغلط ما, ما فيش مشكله الشناوي ذات نفسه بيغلط كتير يعني مم. هو الشناوي لما بيغلط ما مش مستني رد الفعل ده من زمايله م. فما ينفعش ان انت لما لعيب زميلك في الملعب ولاعيب كبير يغلط تعمل تعمل معاه رد الفعل ده م. ف لا تقول له معلش يلا لسه في وقت يعني غاز حتى لو انت من جواك مش يعني. آه. ما تشيلوش كده هو فعلا الماتش كان لسه في وقت يعني كان ممكن آه. الاهلي يرجع عشان في ارقام معاك للاهلي وبيراميدز عايزين اه م. ممكن ياسر نعرضها دي ارقام النادي الاهلي م. من اول الموسم لغايه دلوقتي م. وارقام آه بيراميدز من اول الموسم دي احصائيه النادي الاهلي بنتكلم على لعب 23 مباراه فاز في 14 تعادل في 6 خسر في 3 بعد هزيمه امبارح احرز 48 هدف استقبل 20 كلين شيت خرج الموسم ده ب 10 في لسه الاستحواذ هو ميدو اعلى فرقه عامله استحواذ لما نروح لبيراميدز هو بيراميدز النادي الاهلي ثاني اكتر فرقه عامله في توتال الماتشات بتاعتها استحواذ 61% يعني اه آه، النقاط المفقوده 21 نقطه من اصل 69 وستين. نقطه م. سجل في 18 مباراه من اصل 23 ركلات جزاء ليه 9 عليه ضربه جزاء سجل للاهلي 48 هدف عن طريق 15, 15 لاعب هداف الفريق قفشه 8. 8 اهداف 8 اهداف بيراميدز بص بقى الاحصائيات لعب 25 مباراه ميدو م. فاز في 16 تعادل في 5 خسر 4 احرز 40 هدف استقبل 17 كلين شيت 14 اعلى م. من الاهلي والزمالك بيراميدز <applause> <applause> كلين شيتس بتاعته اعلى اه الاستحواذ 64% من توتال الماتشات اللي هو بيعملها عندك النقاط المفقوده 22 نقطه من اصل 75 سجل في 20 مباراه من اصل 25 ركلات جزاء ليه 5 وعليه 5 سجل لبيراميدز 40 هدف عن طريق 14 لاعب هداف الفريق ابراهيم عادل بست آه ست اهداف وده بالنسبه لي لغز ان هداف الفريق يبقى عنده ست اهداف فقط يعني ومش راس حرب اه لا وحتى لا بس ساعات كان بيلعب راس حرب آه يعني. بس ست اهداف يا طارق قليل قوي على فرقه على فرقه تاني الدوري, الدوري. آه. صح مم. يعني هدا... يا جماعه فرقه فرق في تاني الدوري مثلا كله على الونجات آه؟ مش على راس الحرب ما كل مش... تركيزهم قايم على الونجات لا بس ست... يعني تاني عارف هداف مين؟ اه رمضان صبح أربعة مين الثالث الكارتي ارقام ارقام, أرقام, يعني أرقام, أرقام صعبه قوي عشان بتنافس على ارقام, أرقام صعبه جدا فرقه يعني. وفرقة وفرقة وعلى. وعلى. ستة اهداف النهارده الهداف بتاع فرقه بيراميدز يا جماعه بالكواليتي موجود اهداف خلي بالك هو مين في الاهلي قفشه 8 8 طب تعالى معانا مداخله مهمه عايز ابارك لكريم بامبو على فوز البنك الاهلي النهارده كريم مساء مساء الخير يا كابتن ميدو معلش عطلناك معانا شويه على التليفون بس كنا بنتكلم لا. على ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك ولكن بالنسبه لنا مباراه البنك البنك الاهلي وسموحه النهارده مباراه مهمه جدا طبعا احكي لي عن ماتش النهارده طبعا بنلعب فريق كبير لسموحه هو عنده 37 بونت احنا عندنا 34 39 بونت مركز الخامس واحنا عندنا 34 بونت فكنا عايزين نكسب ان احنا نقرب من مربع الذهبي الحمد لله خدنا ربنا كرمنا بثلاثه بونت كان ماتش مهم ان احنا نكسبه يعني وكمان عندنا الماتش الجاي فيوتشر بعد كده بيراميدز يعني كل الفرق اللي فوقينا فل... هل, هل, هل عندكم كريم امل ان انتم يعني تنهوا الموسم او عندكم هدف ان انتم تنهوا الموسم في المركز الرابع؟ طبعا يا كابتن الفرق كلها قريبه مم. من بعض احنا دلوقتي يعني عندنا كانت سموحه مواجهات مباشره نكسبه ونوقفه شويه وقفناه مم. بقى بي... فرق بيننا وبينه باثنين بونت بقى بيننا وبين فيوتشر اثنين بونت الماتش الجاي ان شاء الله فيوتشر ربنا كرمنا وكسبنا هنعدي فيوتشر. وفي نوع عنده الزمالك هل دي هل دي هل دي رساله موجوده من اداره النادي؟ هل ده الكلام ده اللي الكابتن كابتن خالد بيتكلم معاكم معاكم عليه؟ على طول الكابتن خالد الاداره الاداره حتى تارجت <applause> ان احنا نبص نبقى في المركز الرابع مم. يعني من اول السنه نحنا احنا عايزين نبقى رابع عايزين نبقى رابع واللعيبه مم. نفس الحكايه والاداره والجهاز نفس الحكايه فكل ده عوامل احنا يعني احنا كلنا عندنا نفس الهدف وان شاء الله واحده واحده وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحققه باذن الله كريم هل تالقك السنه دي مع البنك الاهلي ممكن يخليك تفكر ان انت طبعا مع كل احترام للبنك الاهلي ان انت لو جالك عروض من انديه القمه ان انت ترجع وتخوض التجربه مره ثانيه خاصه ان انت ليك تجربه في الاهلي وليك تجربه في الزمالك وليك تجربه في الاسماعيلي؟ مش عارف سؤال صعب اه كنت اقول حاجة ان البنك مش احترام جدا يعني الناس او يعني موفرين أنا شخصيا كل حاجه يعني م. كل حاجه موفرها يعني ما فيش حاجه بطلبها غير بتتحقق فاللعيبه نفسها اللعيبه نفسها الموجوده يعني احسن لعبة لعبت معاها كلهم محترمين بيعرف حلوه يعني بتساعدك في جو كوره ده كان مخليني ان انا اطلع كل اللي عندي مخليني ان انا يقيمني كويس مخصوص فكل الدعوة حلوه لكن لو حاجه ثانية يعني فيها يعني لسه. كريم اتعرضت لموقف صعب بالايقاف طبعا للمنشطات وازاي ان انت قدرت تعدي الموقف ده وترجع مره ثانيه تقف على رجليك مره ثانيه؟ خلينا نرجع كده بالنادي عن السباق كده الناس انا ما في ذنب في حاجه ما كنتش حاجه مش حاجه غصب عني وقفوا معايا بطريقه غريبه قالوا لي لو توقفت كده احنا معاك مش مشكله قعدت والله برافو يعني بصراحه اللي هو شباب محمد عبد المنعم عبد الحاتم وكابتن كريم متخيل كل كل شويه بيكلمونا على الحوار ده مالكش دعوه اتوقف سنه سنتين انت معانا ومش لاعب عارفين انت مش فارق معانا اي حاجه كل الفلوس هتوصل زي ما هي المفروض ما في اي حاجه مفيش اي مشكله عشان ومنا... كده يعني الناس دي مصطفى عليا فخرجوني منها بسرعه بصراحة. بصراحه يعني كريم بتمنى لك التوفيق وبشكرك على مداخلتك معانا واحد من يعني اللعيبه المكافحة المميزة جدا في الدوري المصري اللي بتأدي موسم هاي مع البنك الأهلي طارق عايزين نروح للحالات التكتيكية في مباراة بيراميدز والأهلي احنا عايزين نقول ان الجول اللي جابه بيراميدز الأولاني بالذات ما كانش هو وليد صدفة أو ما كانتش أول كرة تتلعب من بيراميدز بالشكل ده تكس من أول الماتش وبيحاول يشتغل على فكرة معينة اللي هو بيجمع اللعب ناحية الشمال عند عبد الله السعيد ورمضان صبحي وبعد كده يودي الكرة عند علي جبر علشان يبدا علي جبر يلعب الكوره بين الخطوط يستغل سوء النادي الاهلي في الشيفتنج وفي الترحيل من ناحيه لناحيه الكوره هنا بتتلعب بين الخطوط لو لو رجعنا تاني ووقفنا قبل بص هنا ميدو هتشوف ان الفرقه بتاعه الاهلي المسافه كبيره جدا بين لعيبه نص الملعب كلهم حمدي فتحي بعيد عن صلاح محسن السوليه بعيد عن حمدي فتحي عبد القادر بعيد عن السلية كل اللعيبه في مسافات كبيره قوي ما بينهم وده خلى نص الملعب الاهلي مفتوح وقادرين بيراميدز يوصلوا بالكره بين الخطوط بسهوله لو مش شايف الفيديو ممكن ازود حاجه ثانيه معلش نرجع يا جماعه اللي عمل ازمه كبيره جدا برضه يا طارق للنادي الاهلي امبارح هي الحركه بتاعه دخول فخر الدين بن يوسف لعمق الملعب على ايمن اشرف طبعا. فخلت ان علي معلول علي معلول سابق اوت جمعين. شادو لا اوت شادو يعني ايه هو مش عارف ي... يشتغل على مين هل يشتغل على الكارتي ولا يضم على فخر الدين بن يوسف يعني لو خدت بالك في الجول بتاع فخر الدين بن يوسف علي معلول راح داخل لجوه مع كاي هو فضلوا يلعبوا الجيم ده في على الحته دي فخر الدين بن يوسف اول ما الكره تلاقي بتترحل بيروح داخل زي ما انت قلت لعمق الملعب فايمن اشرف يضطر ان هو مش عارف يبقى. يطلع يفضل موجود فوليد الكارت يتحرر يروحوا مشغلين عليه ولو علي معلول طلع مع وليد الكارتي فخر الدين بن يوسف فاضي زي الكره اللي قبليها وده ذكاء تاكس انا ليه بقول ان تاكس انا عارف ان تاكس عنده بعض العيوب ولكن تاكس هو المدرب الوحيد في مصر اللي يعرف يعمل الكلام ده اللي هي الحاجات اللي هي يخلق للمدافعين مشكله هو ده اللي هو عامله يعني دي كرة الجول جاية من نفس الفكرة تقريبا نفس م. اللعبة علي جبر بياخد الكورة وبعد كده بيوصلها بين الخطوط لو رجعنا للفيديو اللي فات هنلاقي كم الكور اللي اتلعبت بنفس الشكل ونفس الطريقة ونفس الفكرة ولكن مش كلها كانت بتوصل لجوال كانت بتخسر بيخسر بيراميدز الكورة بص هي نفس بص اللعبة بص علي معلول في مشكلة نفس م. اللعبة هيروح وليد الكارتي بالكورة هتلعب لفخر الدين على الأيم الأخير م. مش هتدخل جول م. كور تانية هنلاقي موجوده بنفس الفكره علي جبر بياخد الكرة بين دايما بيباصوا الكوره بين الخطوط دايما الاهلي عنده مشكله في الترحيل دايما نص ملعب الاهلي اللعيبه بعيده جدا عن بعض مشاكل في الشيب الدفاعي بتاع الاهلي لازم ريكاردو سوريس يشتغل عليها في الفتره اللي جايه نفس اللعبه دي كره الجول تقريبا من اولها علي جبر يلعبها بين الخطوط الكره حاصل الموقف اللي احنا اتكلمنا عليه هيروح فخر الدين بن يوسف في ظهر الناس كلها بعد ما الاهلي ما يخسر الكره الثانيه في في المكان ده هيقدر بيراميدز اللي هو يوصل يوصل الكره لفخر الدين ويجيب الجول الاول لبيراميدز انا يعني طبعا بشكركم يعني تحليل مميز جدا منكم انتوا الاثنين طبعا للجوله للجوله حتى الان في الدوري الدوري المصري الجوله 25 هشام إن بشكرك انا بشكرك يا ميدو طارق بشكرك شكرا يا ميدو طيبين طيب, طيب. طيب. بعد الفاصل هيكون معايا عبدون في الكرة بيزنس الكرة بيزنس مع عبدون ودايما بنتكلم في ان ازاي الناس اللي حوالينا وازاي الدول الاوروبية بتستخدم كل التولز وكل الادوات اللي معاها عشان تقدر انها تكسب فلوس من كرة القدم ضيفي عبدون عبدون مساء الخير <applause> عامل <عمليين>. ايه؟ الحمد لله كسام طيب وانت طيب عبدون يعني النهاردة نتكلم على الترانسفيرس وعلى <applause> سوق الانتقالات وعايزك يعني تتكلم وتقول ازاي الناس ان هي بتاع... بتعرف ان هي تستخدم سوق الانتقالات وتدرس سوق الانتقالات قبل الدخول في اي صفقه. بص هو اول حاجه سوق الانتقالات طبعا جزء مهم جدا من اقتصاد الكوره وان مهم جدا ان الناس بتعامله في اوروبا ان هو تجاره وجزء من الصناعه وجزء من الايرادات اللي بتخش لكل نادي م. وعشان كده احنا هناخد حتى كذا كذا مثال لكذا نادي بس هنشوف ازاي برده في الحلقه النهارده ان السوق الانتقالات نفسه كونكتد بشكل قوي جدا و و وممكن صفقه واحده تبتدي تحرك السوق كله في اتجاه معين وهناخد امثله في في, في اوروبا وهناخد امثله في مصر والمثال الشهير طبعا بتاع نيمار في, في برشلونه ان لما نيمار اتحرك من من برشلونه لبي اس جي ب222 مليون فبالتالي برشلونه نزل اشترى ديمبيلي من دورتموند ونزل اشترى كوتينيو من, من, من ليفربول ساعتها ليفربول نزل اشترى فان دايك من ساوثامبتون والوسن من من روما فابتدى ميدو السوق اتحرك وكان دي جزء بتاعى خروج كوتينيو مثلا من ليفربول كان جزء كبير جدا من آه خروج كوتينيو من ليفربول كان جزء كبير من ان ان هم عرفوا يأسسوا او يعملوا ويبنوا فرقه جديده اللي عرفت تاخد الشامبيونز ليج ووصلت فاينل الشامبيونز ليج ثلاث مرات خدته مره من ثلاثه ولو تشوف في الـ في الـ في الماب او في الخريطه دي التحرك تحرك نيمار لباريس سان جيرمان خلى يبقى فيه فلوس فعند زي ما قلت من شويه عند عند برشلونه فنزل اشترى من دورتموند فدورتموند معروف ان هو بيشتري لعيبه صغيره فدورتموند اتحرك اشترى لعيبه صغيره اتحرك أليسن لا من من روما ليفربول فهو صفقه واحده قدرت تحرك قدرت <applause> تحرك قدرت ال... تحرك السوق ومن وال... 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 الجدير بالذكر بقى ان 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 التعامل مع الصفقات في, في اوروبا يا بي... ب... الناس بت... بتشوفه بوجهه نظر عقلة جدا وكل واحد عارف عارف اهدافه فبتلاقي المنافسين بيتعاملوا في الصفقات بمنتهى الـ بمنتهى الـ الـ الاريحيه بالرغم ان في صفقات كتير جماهيريه بس عادي انت شايف في لعيبه رايحه من من سيتي لارسنال هو لو انت مش في البلان بتاعه بتاعه النادي عادي ان انت هتتباعه وهتتباع لمنافس ومنافس منافس رئيسي ممكن تبقى بتقوي المنافس من صفقه زي صفقه خيسوس لارسنال آه سترلينج لتشيلسي فهو خلاص لو انت مش جزء من البلان بتاعت بتاعت المدرب انت هتتباع وانت واقف على رجلك يعرفوا و... و... الايجنت قبليها ان عندنا فكره انت مش انت, انت مش في البلان بتاعتي طيب انا عايز اسالك سؤال م. دلوقتي دايما الناس بت... بت... يعني بتختلف <applause> ايه هو الاسلوب الامثل للصفقات والتعاقد مع اللعيبه ففي انديه عندها نظام معين اللي هو عندها ستراكشر وعندها استراتيجيه ان في سكاوتنج تيم وفي آه ناس بتوع تحليل الاداء وناس بتوع اناليسيس بيدوا نصايحهم آه لل آه للمدير الرياضي وبيتاخد القرار بشكل وفي انديه بقى زي ما بيحصل في ليفربول وزي ما بيحصل في 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 انديه كتيره اللي هي عندها ستراكشر اكبر يعني آه وارسنال دلوقتي وعندهم ستراكشر محترم وفي انديه انا شايف ما اعرفش ايه رايك ان ان هي بتخلي المدرب ان هو ليه السيل الاول والاخير في القرار التعاقد مع لاعب من عدمه وبيجوا بعد كده بيدفعوا ثمن الكلام ده لان المدرب ده ممكن يمشي اي وقت يعني انا شايف ان مانشستر يونايتد دلوقتي برضو بيعملوا نفس اخطاء الماضي يعني لما مورينيو جه جاب اللعيبه بتوعه ليندولف واللعيبه اللي هو كان عايزهم ولما ديفيد مويس جه جاب اللعيبه بتوعه على فكره يا جماعه ديس عن ديفيد مويس ديفيد مويس ان شاء الله هيبقى ضيفنا بكره هيكون ضيفنا في ده عن طريق زوم المدير الفني طبعا لنادي واستهام المدير الفني الاسكتلندي الكبير السابق طبعا لمانشستر يونايتد وايفرتون وانديه آآ آآ كبيره آآ آآ كبيره جدا وبعد كده فان جاب لعيبه كتيره جدا دلوقتي تناق جاب الباك ليفت بتاع فاينود اسمه ايه؟ وقولوا لي ودلوقتي بيدور على ديونج دي انه يتعاقد مع ديونج دي وجاب السنتر باك بتاع اياكس مارتينيس مارتينيس النهارده ب 55 مليون يورو انت شايف ايه الطريقه الانسب بص هو من وجهه نظر اميدو الطريقه الانسب ان انت تبقى عارف الاستراتيجي بتاعه النادي عامله ازاي وان النادي يبقى عنده استراتيجي وجزء من الاستراتيجي والفيجن بتاعته يبقى بينفذها السبورت دايركتور بالتعيين بتاع المدرب فأنا, فانا مش اي مدرب ينفع في اي مكان انت مهم م. المدرب يبقى بينفع في الـ في الـ في البلان وفي الفيجن وفي الاستراتيجي بتاعه النادي وبالتالي يجيب اللعيبه غلطه الغلطه الشهيره بتاعه ان المدرب يجيب اللعيبه فاللعيبه بتمشي بتحصل في كل حته وللاسف ان اوقات كتير الادارات بتضطر ترضخ لطلبات المدرب انت لو عندك مدرب زي موسيماني بيكسب كمان. بيكسب وشغال هو هو الاداره كانت جايبه قبل كده كهربا موسيماني جه جاب ميكيسوني جاب

وانس ان ان المدرب مشي اللعيبه دي ما كانتش جزء من خطه من خطه النادي الاهلي هي جزء من خطه موسيماني فهو ضحى بلعيبه عشان لعيبه وانا بعزو الاداره في النقطه دي لان الاداره بتبقى لو انت مش شغال ببلان من فوق والناس بتنفذها من تحت هتضطر ان انت ده لازم يتغير يعني ده لازم يتغير جوه لازم في سيستم وايا يعني كان المدرب اتغير هو اللي بيجي بيبقى بي 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 جزء من لازم البازل جزء من لازم ينفع ينفع, أه. ينفع لان لو تاخد بالك الامثله اللي هنبتدي بياخدها دلوقتي زي آيكس وزي دورتموند وزي موناكو وزي ساوثامبتون الانديه دي عندها استراتيجي معينه في شراء اللعيبه اللعيبه بيتم شراؤهم بشكل بشكل منظم بشكل بشكل دوري دي الانديه و... المنتجه للعيبه اللي هي بتجيب لعيب بتشتغل عليه سنتين ثلاثه وبعد كده تبيعه في التوقيت اللي هو مناسب وقبل ما تبيعه بتبقى متجهزه البديل بتاعه سواء من قطاع الناشئين او لعيبه هي عارفه هتتعاقد يعني معاه وبدون اي وبدون اي كبر من ان انا ما بيعش حالد. ايوه يعني فقصدي ان انت عندك صفقات يعني انت لو, نبص على اعلى الايرادات للانديه من باع اللاعبين تشيلسي بايع لعيبه اخر 10 سنين باكثر من مليار بنفيكا بمليار اتلتيكو مديد بمليار بتتكلم في ارقام مرعبه من من اللعيبه متباعه من, من اكبر الانديه ده مش معناها ان تشيلسي بيكسب من الصفقات دي ولا ان مديد مدريد من 900 مليون دول بيكسب هنشوف بعد كده مين اكتر الانديه بتكسب واكتر نادي بيكسب من صفقات اميد الصفقات هو بنفيكا ان بن بنفيكا كسبان 617 مليون يورو من عندهم ال... عين في لاتن امريكا رهيبه كل سنه عندهم بالدل... راس حربه رهيب بالظبط هم دايما ودايما وهنتكلم على اللعيبه البرازيليين وهم ليه بيروحوا دايما يفضلوا ان هم يلعبوا في, في الاماكن اللي شبه البرتغال بس لو احنا اتكلمنا برضو السايكل او الـ او ايه ال البروسيس او دوره الانتقالات بتحصل بتحصل ازاي فاللي بيحصل يا ميدو ان الانديه لو لو تبص معانا بتشتري بتشتري اللعيبه المحليه بسعر رخيص جدا م. زي زي بنفيكا وزي دورتموند وزي وزي عيقز. فهما دايما لو تاخد بالك عندهم سايكلز فجأة بيبقى أياكس بيوصل سيمي فاينل تشامبيونز ليج أول لما يوصل سيمي فاينل تشامبيونز ليج بيبيع كل اللعيبة اللي عنده هتلاقيه بيقع تاني عبال ما يجهز فرقة تانية سنتين تلاتة هتلاقي هتلاقيه طلع باع اللعيبة وهكذا بس هو واضح هدف الهدف النادي هدف أياكس مش انه هو ياخد تشامبيونز ليج فالأهداف بالنسبة لهم بتبقى واضحة وعشان كده بيقدر بيقدروا يحققوا الأرباح المادية والموضوع بيتم التعامل معاه بشكل تجاري بشكل تجاري وشكل مادي بحت بتشتري اللعيبه بيتدربوا طبعا لو نرجع معلش للسلايد اللي فاتت ان هم بيتدربوا باحدث المنشات الرياضيه ناس كتير لو راحت انا رحت زرت بنفيكا وزرت وزرت أكس. انت طبعا شفت شفت الفاسيلتيز وشفت الملاعب وشفت الريكفري بيتعمل ازاي وشفت عجل. كل بتتكلم في حاجات وولد كلاس طب ان ايكس عندهم, عندهم مدرسه دلوقتي بقى تريننج جراوند يعني ب... الولاد بيجوا يدرسوا اليوم الدراسي صغيرين جوه عشان عشان جوه, في جوه مركز عشان في عشان في بلان عشان في بلان ان الناس دي تبتدي من تحت وتطلع بعد كده هتبتدي تعرض تعرض او تشوكيس اللعيبه بتاعتك او المواهب الشابه دي في البطولات الاوروبيه عشان كده البطوله المحليه بالنسبه لهم ان هم يفضلوا بيكسبوا تبقى مهمه جدا عشان يعرف يتاهل يتاهل ليج عشان بعد كده يبتدي يعرض المواهب المواهب الشابه بتاعته في, في قدام الفرق الاوروبيه فبالتالي فبالتالي يبيعوا اللعيبه دي لو بصينا على على اياكس اكس في 2019 وصل ل... لسيمي فاينل تشامبيونز ليج بعدها باع سانشيز بعد ليخت بعد يونج بعد حكيم زياش بعد آآ 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 فان دي بيك فانت بتتكلم في 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 صفقات دخلت للنادي 280 مليون وهي مكلفه النادي 17 مليون لو لو بصينا على على على, على التشارت هنا هو هو دايما اياكس كل خمس ست سنين عنده سيركل بس كده جنريشن بيفرغه وبيحضر في وده معمول بشكل اكاديميك في في سنه طلعوا اريكسن وسواريز وريتشاردسون و بالظبط لا ومين تاني وكان في يوم فاتونا الفرقة دي اللي انا لعبت معاها في 2000 و2010 آه وكل سنة كل خمس ست سنين هتلاقيهم بيطلعوا فهو معين. فهو ده يا ميدو بيتعمل بسايكل فانت شايف اللعيبة انت شاري ديونج بواحد بمليون يورو بايعه ب 75 لبرشلونة حكيم زياش ب 11 بايعه ب 40 فان دي بيك جايبه ببلاش بايعه ب 40 مليون يورو دي ليخت زيرو جابه بزيرو فان دي بيك ده ابن النادي من وهو طفل صغير اه, آه. بس قصدي آه. ان هو مش مكلفهم آه. مكلفهم فلوس آه. متباع ب 85 ف... فزي ما انت قلت ليه سايكل كابتن الكابتن وعنده 19 سنه و... كابتن فريق و... والسايكل دي وصلتهم سيمي فاينل تشامبيونز ليج عملوا اداء جامد جدا في سيمي فاينل تشامبيونز ليج فبالتالي فبالتالي قدروا ان هم يبيعوا اللعيبه دي لو دخلنا بعد كده مثلا بصينا على على بنفيكا ديفيد ديفيد لويس ب 540 ب 500 الف يورو بنص مليون يورو متباع لتشيلسي ب 27 سانشيز أه أه سيميدو أه ليندلوف زي ما انت كنت لسه بتقول لما راح مان يونايتد لما موريني وخده ادرسون خوافيليكس خوافيليكس بيتباع ب 139 مليون يورو فانت م. صفقات م. متكلفة 4 مليون مدخلة 325 مليون وعشان كده بنفيكا بيكسب 617 بنفيكا كسبان في الفترة الأخيرة 617 مليون يورو من الترانسيز اللي جاية من من الماركت بس السؤال بقى هل أنت شايف أن هو كهدف أن أنت تبقى بتوصل للليفل ده في الليفل ده من من الصفقات بس ما بتكسبش البطولات الأوروبية وبتسيب اللعيبة بتاعتك أحسن ولا تبتدي تحافظ على لعيبتك وما تبيعهمش وتاخد بطولة و... انت تا يعني وجه نظرك هقول بعد الفاصل ماشي نطلع <applause> فاصل <applause> <applause> اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا وعبدون قبل الفاصل كان بيسالني ايه الاحسن الانديه اللي بت... يعني بتضحي بالفوز بالبطولات الاوروبيه من اجل ان يعني بيع اللعيبه المميزه ووجود عوائد تقدر ان هي تسمح لهم بان هم يصرفوا على النادي ويكون عندهم يعني ايرادات تقدر ان هي يقدروا ان هم يكسبوا فلوس وان هم يصرفوا على الفريق ولا تحتفظ باللعيبه و... و... وتفوز بالبطولات الاوروبيه انا بصراحه بدون <applause> يعني هو سؤال صعب ولكن ما تنساش ان كل الانديه دي فازت ببطولات اوروبا قبل كده صح يعني لما بتتكلم على بنفيكا بم... بورتو بمفيكا، بتتكلم على اياكس بتتكلم على كل الانديه <applause> بيفوز ساعات بيفوز ولكن انا بقول لك ان الانديه دي لو غيرت من نظام آآ 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 نظام آآ النظام الاستراكشر بتاعها او الاستراتيجيه بتاعتها في بيع اللعيبه هت ممكن هي تفلس ممكن ان هي كمان مش الفوز بالبطولات الاوروبيه مش مش مضمون ممكن تحتفظ باللعيبه وبعدين انت النهارده انا عايز اسالك سؤال سؤال م. سؤال مهم جدا انت النهارده عشان تحافظ على اللعيبه دي لازم تعلي الويج ستراكشر بتاعك صح يعني النهارده لما لعيب يجي له عرض من ليفربول مثلا ب الف جنيه في الاسبوع وانت بتدي له 50 غصب عنك انت دخلت في ليفل بقى تاني عوائد الدوري بتاعهم نفسه لا يسمح لهم عوائد البث وعوائد الرعايه في الدوري بتاعهم نفسه لا يسمح لهم ان هم يقدروا يعلوا الويدج بتاعته وجماعه هنا الناس مش فاهمه الحته دي ان في ناس بتاعت دكا يعني ناس مهندسين وناس دارسين فاينانس ودارسين اقتصاد ودارسين استثمار هم اللي بيحددوا الويج ستراكشر او سقف رواتب اللعيبه للانديه دي بتاع موضوع كده مش 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 يعني مش مش على البركه كده وهنية عشان ده عشان الانديه دي كلها عندها خطط وعارفه كويس قوي الخطط بتاعتها وفاهمين كويس قوي هم هم عايزين ايه فهو مم. عنده عنده بلان وزي ما انت قلت هي سايكلز فاحنا فاحنا الطلعه اللي فاتت دي بروسيا دورتموند يعني بروسيا دورتموند باع ليفاندوفسكي لباير ميونخ المنافس الرئيسي بتاعه ليفاندوفسكي <applause> في 25 ابيرنس او 25 ماتش مع مع باير ميونخ ضد دورتموند جاب 26 جون <applause> فهو فهم عندهم كم من النضج ان هو تمام انا هبيعه في وقت وهبيعه للمنافس الاساسي بتاعي باع سانشو لمان يونايتد ب 85 مليون هالاند 60 مليون بتوع هالاند ميدو هم زودوا عليهم 25 مليون يورو واشتروا سبع لعيبه هتبتدي بعد سنتين ثلاثه تشوفهم وتشوفهم هم اللي بيتباعوا بعد كده لانديه ثانيه فانا من وجهه نظري هو المشكله ان هو المشجع دايما عايز البطوله واللعيب كويس مش مهم بقى بالنسبه له اي حاجه ثانيه فده من وجهه نظر المشجع بس من وجهه نظر المستثمر او الشير هولدر او راجل عنده اسهم وعنده حصص و, و, و ناس قاعده على مجلس اداره بتاع نادي في الاخر الناس دي عايزه تكسب وعايزه النادي يبقى بيكسب فلوس اهم من يكسب بطولات هدفه واضح بروح طب ازاي ننفذ الكلام ده في مصر يا عبد طبعا شركات الكوره بتهالي يعني بتهيألي ان الدنيا محتاجه يعني اول حاجه بتهالي في مصر يا ميدو محتاجه تتعمل هي ان ان يتم فصل فصل الكوره ك ك كأرباح وخساره وإن الكوره يبتدي يتم التعامل معاها كشركه كشركه منفصله ومفروض إن 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 الأنديه ابتدت تاخد تاخد الخطوات دي عشان تبتدي تتحرك ناحيه تبتدي تتحرك ناحيه إنها يبقى خلاص أنا شايف إن أنا كنادي أهلي ميزانيتي كذا القيمه التسويقيه بتاعت بتاعه اللعيبه بتاعتي ثمنها كده عاجبني مثلا النادي الأهلي دلوقتي خلاص فكر أنا بدر بنون جاي له جاي له عرض من 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 نادي في في قطر برقم برقم كويس اكسب منه هبقى اتعاملت معاه بالرغم ان الاهلي عنده مشكله في الدفاع بس هو بيتم التعامل مع الموضوع انها فرصه كويسه وفلوس كويسه تخش تقدر تبتدي تعمل بيها صفقات صفقات ثانيه فبالتالي حل من حلول الوقت ده ان, إن زي ما انت قلت ال 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 نتحرك ناحيه شركات الكوره وابتدي يتم التعامل مع الكوره كارباح وخساره او كبي اند منفصله لبره بره النادي برا النادي الاجتماعي لان اوقات كتير انديه ميدو زي زي انبي 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 من اكتر المصدرين في مصر للعيبه الصغيره ام بي والمقاولين والاسماعيلي سابقا الثلاث انديه دول امبي انا عارف معلومات ان الفلوس اللي بتخش بقى فلوس صلاح محسن فلوس آآ فلوس قفشه فلوس, فلوس, فلوس اللعيبه كتير اللي اتباعت من من امبي للاهلي والزمالك وبيراميدز دي كلها بتصرف على النادي كله بالرياضات المختلفه بتاعت ال بتاعه النادي النادي لا بيخش لهم بادجت ثانيه من الشركه يعني طبعا بس قصدي ان هو حل منها ان هو يتم التعامل مع كوره ك كارباح وخساره لوحدها ومنفصله منفصله تماما انا عايز منك طلب يا عبدو حضره لي لغايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله شوف. طيب الاسبوع اللي جاي انا عايز أنا وهجيب معايا الفقره بتاعتك هجيب ناس من بره يخشوا يدونا اللي بيحصل بره انا عايزك تقول لي الدوري الاسباني اديني ثلاث نماذج من انجلترا من اسف من اوروبا عوائد البث بتتوزع ازاي وازاي طوروها عوائد البث بتتوزع ازاي وازاي طوروها انا عارف يعني معظم الدوريات بس انا عايزك تعمل لي دراسه ليها والجرافيكس موجوده جاهزه وكل حاجه وهنغذي الفقره دي ب من بره لحد ان هو يصدق على الكلام ده وحد يعني برضو من مصر من مصر ان هو يتكلم معانا من الرابطه لان انت عارف ان احنا دلوقتي يعني خلاص داخلين على, على عقود جديده ولازم نشوف في مصر هنعمل ايه عشان نقوي الدوري المحلي بتاعنا جزء منها بتهيألي ان هو يتم توزيع العوائد البث بشكل بشكل مختلف ونجهزها الاسبوع الجاي كنا اتكلمنا عليها في لا بس عايزين نعمل أول بقى حلقة ايه جرافيكس بس نعمل, نعمل ليجا كذا بريمير ليج كذا سيريا السيريا آه, اه كذا نشتغل عليها آه ونشتغل عليها ونبتدي ان احنا نعمل انترفيوز مع ناس بره نحاول نبعت كاميرات بره نشتغل ونعمل موضوع كبير عن القصه دي هي دي هي دي ال ال التحدي الجاي لينا كلنا بتهيألي كده وبتهيألي حاجه اخيره بس كان نفسي اقولها ان يعني انا برضو بالرغم ان انا راجل أهلاوي بس صعبان عليا الاسماعيلي فيه ومبسوط من 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 الاداء بتاع الاسماعيلي الفتره اللي فاتت بس بيتهيالي جزء من مشاكل الاسماعيلي يا هي كده ان الاسماعيلي زمان الاهلي والزمالك كانوا بينزلوا يعملوا شوبينج من الاسماعيلي يعني م. الاهلي كان بينزل يشتري لعيبه من الاسماعيلي والاسماعيلي كان على طول و الـ الـ The الـ الـ The على, طول في نفس السايكلز هينافس كل كل سنتين ثلاثه هياخد كاس هيوصل فاينل كاس بس لو انت بصيت على نجوم مصر كلهم جايين من, من من نادي اسماعيل اسماعيل كان جايب احمد فتحي من بنها جايب محمد عبد الله من بنها جايب مبادئ النحاس واحمد حسن من 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 الصعيد فبتتكلم على نادي, نادي كان انت الاهلي يبتدي ياخد لعيبه من الاسماعيلي تاني صح؟ <تصفيق> طبعا <تصفيق> عبدون نورتني كل سنه وانت طيب نشوفك الاسبوع الجاي بس حضر لنا القصه دي كويس ان شاء الله دي يعني طبعا بكره ماتشات اليد يا جماعه آه ولازم نروح نشجع منتخبنا بكره فاينل آه الهاند بول آه مصر وكاب فيردي الساعه 9 آه مساء على صلاة الدكتور حسن مصطفى وبنفس التذكره من شركه تذكرتي ممكن تحضر ثلاث ماتشات بجدد دعوتي مره ثانيه ان احنا نروح نشجع منتخب الجزائر قدام غاني لان الجزائر يستحقوا والجزائر وقفوا جنبنا وقفه مهمه جدا في طول دوره العاب البحر المتوسط وشجعوا ابطالنا عندهم ماتشون بكره امام غينيا لتحديد مين هيتاهل لكاس العالم الساعه 4 والساعه 6:30 ماتش الثالث والرابع ما بين تونس والمغرب وانهي الماتشات بتاعتك بنفس التذكره طبعا مباراه مصر وكاف فيرد بكره اعمل لكم حلقه مخصوصه عن بول ان شاء الله باذن الله نكون كسبانين وان شاء الله نكون ابطال افريقيا وعاملين استوديو تحليلي للثلاث مباريات بشكركم تصبحوا على خير.